نستعرضها على مدار حلقة اليوم. ضيفنا العزيز النهاردة هيكون الأستاذ محمود باهي الناقد الرياضي الكبير. خلينا نروح نشوف أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الأهلي يؤدي مرانه الأخير غدا قبل السفر للإسكندرية. فايلر يجتمع بمعاونيه ويحفز اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي. فحص طبي لرمضان صبحي والسلية وربيع غدا. حسام البدري يطالب بإقامة مباريات المنتخب باستاد القاهرة. منتخب الشباب يتلقى عرضا للمشاركة في كأس العرب بالسعودية. وكلوب يتغزل في صلاح ومحمد زيدان ويؤكد جاهزية ليفربول لتحقيق المونديال. طيب كالعاده خلينا نبتدي باخبار النادي الاهلي، وده بيبقى اهم شيء بالنسبه لنا، خصوصا ان ما شاء الله لا قوه الا بالله الفريق ماشي بشكل كويس جدا ممتاز في بطوله الدوري، اداء جيد طبقا للمباريات اللي انت بتاخدها، طبقا لمستويات الفرق اللي بتلعبها وطرق اللعب الخاصه بهذه الفرق. في الاخر انت بتحقق ايه؟ بتحقق النتيجه المرجوه، النتيجه المرجوه دايما بتبقى الفوز، انت عايز تكسب، الفريق اللي قدامك بقى بيدافع بيهاجم، انت حلو وحش مش مهم. مهم دايما ان انت تكسب وتحقق ثلاث نقاط بتبقى مهمه وبتبقى خطوه تلو الاخرى في مشوار طويل من بطوله الدوري. النادي الاهلي ماشي بشكل مميز، بيفوز، بيحقق المطلوب. طبعا احنا بنتمنى دايما الاداء يكون موجود، لكن مش الطبيعي خالص خالص، يعني ان احنا كل ماتش هيبقى الفريق بيلعب بالاداء اللي كل جمهور النادي الاهلي بيستناه، لكن دايما بيبقى في مجمل فتره، الفتره اللي فاتت كلها عندنا بوادر ومؤشرات ايجابيه جدا بتخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، والمؤشرات دي باذن الله باذن الله تقود الفريق نحو تحقيق الاهداف الاهم، سواء الفوز ببطوله الدوري بطوله كاس مصر، ودايما دايما الاهم بطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله المنتظره والغائبه عن دولاب بطولات النادي الاهلي. بالتالي عايز اقول لحضراتكم اخر الجديد اللي بيخص الفريق، واحنا عارفين ان احنا بعد مباراه حرس الحدود اول امس والاهلي فاز فيها بنتيجه 1-0، بنستعد لمباراه اخرى مقبله غايه في الصعوبه امام نادي كبير زي نادي الاسماعيلي. المباراه هتكون بعد بكره ان شاء الله باذن الله تعالى يوم الخميس في استاد الماكس بالاسكندريه حتى الان. فبالتالي كل السعادات لهذه المباراه بمنتهى القوه. بكره هيكون في مران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي على استاد مختار التتش، هيكون ظهرا يعني في تمام الساعه 2 او حاجه، ويخلص المران ويتم الاعلان على القائمه الخاصه بالفريق استعدادا لمباراه الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا عارفين ان احنا الحمد لله النادي الاهلي عنده 18 نقطة من 6 مباريات، بتحقق أداء ونتائج مميزة، إن شاء الله نستمر على هذا المنوال من خلال مباراتين مقبلين بس في الحقيقة جامدين قوي. يعني الإسماعيلي نادي جماهير ونادي كبير طبعا في كل الأحوال، حتى لو الظروف بالنسبة له مش مستقرة شوية، نفس الحال بالنسبة للاتحاد السكندري اللي هيكون بعد مباراة الإسماعيلي مباشرة، ومباراة صعبة جدا. اتحاد ما شاء الله عليهم، أنا يعني من الناس اللي بحب الاتحاد بصراحة يعني، وأهل اسكندرية كلهم ماشيين كويس ويعني عاملين أداء جيد في بطولة الدوري حتى الآن، فبالتالي ماتشين هيبقوا صعبين جدا. لو بإذن الله تعالى الأهلي فاز في الماتشين دول يبقى قطعنا خطوة مهمة في بطولة الدوري. هنتكلم بتفاصيل شوية عن موضوع بطولة الدوري ده، لأن في البعض يعني بيتنبأ بنتائج هذه البطولة مبكرا وهنتكلم فيها يعني. خلينا نروح لخبر آخر من ضمن أخبار النادي الأهلي النهارده، وفايلر يجتمع بمعاوني ويحفز اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي. ولاعيبة النادي الأهلي دايما عندهم الحافز الكافي والأهم هو دايما الفوز وإسعاد جمهور النادي الأهلي في كل مكان، وده بيبقى اجتماع طبيعي جدا من الجهاز الفني عشان يشوفوا هم هيستعدوا ازاي، وهم خلاص بدأوا في هذه الاستعدادات من امبارح من غير أي راحة بعد مباراة حرس الحدود. وكمان مستر فايلر يعني خلال الجلسة اتكلم مع اللاعبين على أهمية كل مباراة في بطولة الدوري، وإن البطولة دي لسه طويلة ومشوار طويل، فلازم إن احنا نكون مركزين في كل مواجهة، وده اللي احنا دايما بنبقى منتظرينه من النادي الأهلي. بالنسبة لمحمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الجديد والوافد الجديد وأحد اللاعبين اللي هيكون بإذن الله ليهم دور كبير جدا جدا خلال الفترة اللي جاية، وهيكون لاعب مؤثر جدا أكيد في صفوف النادي الأهلي،
بيعمل بعض التدريبات التأهيليه اللي من خلالها بيستعد للفتره الجايه. بالمناسبه الفيديو ده عجبني قوي، يعني امبارح نزل على موقع الرسمي للنادي الاهلي وهو خاص بكهربا واستعداداته والبرنامج الخاص بيه، برنامج تأهيلي، وطبعا صفقه قويه ما فيش نقاش. يعني اي حد يحاول يقلل منها لا ما يبقاش بيفهم في الكوره بصراحه، لان كهربا احد النجوم البارزين جدا. السنه اللي فاتت كان مع نادي الزمالك، هو احد الاسباب الرئيسيه في فوز نادي الزمالك ببطوله الكونفدراليه وحسم مباريات مهمه كتيره، ده بخلاف طبعا مسيرته الدوليه مع منتخب مصر، وكان مؤثر مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه 2017 في الجابون. وان شاء الله بنامل من خلال تواجد كهربا وزملائه طبعا كلهم قيمه كبيره ولاعبين مميزين، ان شاء الله ان هم يحققوا كل المطلوب منهم واللي بينتظره دائما جمهور النادي الاهلي الكبير. ده فيما يتعلق بمحمود عبد المنعم كهربا. لكن الشيء المهم جدا بالنسبه لنا وهو بخصوص الاصابات، وللاسف كده في كام اصابه، يعني حوالي 4 أو 5 اصابات بالنسبه للفريق خلال الفتره الحاليه، ما بين اللي عنده نزله برد، واحنا كلنا عندنا برد اليومين دول بسبب تغيرات الجو والشتاء بقى، وكمان اصابات عضليه وكل هذه الامور. يعني في البدايه خلينا نتكلم على رامي ربيعه. رامي ربيعه يعني عنده اجهاد بسيط كده، فبالتالي ما شاركش في المران الجماعي، هو اجهاد عام بالنسبه له. هو ما شاء الله عليه خلال الفتره اللي فاتت عمل مباريات رائعه، ربنا يبعد عنه الاصابات. لعيب من ضمن اللاعبين المهمين جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر، لسه موضوع مشاركته في مباراه الاسماعيلي دي حبان بكره ان شاء الله في مران الغد باستاد مختار التتش. فحص طبي لرمضان صبحي كمان بكره بسبب الام العضله الخلفيه، النهارده حس بالام في العضله الخلفيه فبالتالي ما كملش ايضا المران، وبكره هيبقى في فحص طبي عشان نعرف هل ممكن رمضان يشارك في ماتش الاسماعيلي ولا لا. بس بنسبه كبيره ما اعتقدش ان رمضان هيلعب مباراه الاسماعيلي للاسف الشديد، لاعب مؤثر جدا ان شاء الله يعود سريعا. بالنسبه لعمرو السوليه هيبقى عنده ايضا فحص بكره، السوليه عنده برد، نزل برد، ومن اللاعبين بصراحه اللي مستواهم ثابت على مدار الفتره اللي فاتت، ودايما عندنا هنا في مصر بندي انطباعات وما بتتغيرش، يعني كده تقول ايه مثلا لعيب كان مستواه وحش قوي هو هيفضل وحش، لا يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، في لعيب بيقدر يطور من نفسه، في لعيب بيقدر يحافظ على مستواه، في لعيب بيشوف ايه النواقص اللي عنده ويعالجها. عمرو السوليه من هؤلاء اللاعبين، لعيب مميز قوي على مدار الفتره اللي فاتت، التزام ايه ما سمعناش منه اي مشكله او عنه اي مشكله خالص، مستويات رائعه بيأديها مع النادي الاهلي على مدار اخر موسمين. والاهلي بيتاثر بالمناسبه لما بيغيب عمرو السوليه لانه احد الركائز الاساسيه طبعا في صفوف النادي الاهلي، وعنده برد وان شاء الله باذن الله يعود سريعا، وممكن بنسبه كبيره ان هو يشارك في المباراه باذن الله تعالى. صلاح محسن ينتظم في التدريبات الجماعيه، وهو كان بيستقبل مولوده الاول مالك، بنبارك له ونقول له الف مبروك يا صلاح ويتربى في عزك كده باذن الله، ونتمنى لصلاح محسن ان شاء الله ان هو يخش مع الفرقه بشكل اقوى خلال الفتره اللي جايه. واكيد مستر فايلر في حساباته صلاح محسن وهو بينتظم في التدريبات الجماعيه خلاص بدايه من اليوم. حسام عاشور كمان تعافى من نزله البرد واصبح جاهز للمشاركه ومتاح بالنسبه للجهاز الفني. بالنسبه لياسر ابراهيم عنده شد في العضله الضمه قبل مباراه الحرس كده، ما قدرش ان هو يشارك في التدريبات فبالتالي تم استبعاده من هذه المباراه، واعتقد لسه قدامه شويه ياسر ابراهيم، ولاعب ايضا من اللاعبين المميزين. بالمناسبه كل اللاعبين في قائمه النادي الاهلي بصراحه عندنا قائمه كويسه جدا، ان شاء الله يبقى احنا منتظرين بس بالنسبه للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل القناة الاهلي عشان نعرف منه كل التفاصيل بشكل اوضح واكبر بخصوص مران النادي الاهلي اليوم استعدادا لمباراه الاسماعيلي، هذه المباراه المرتقبه. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يسلمك يا فاروق. تحياتنا ليك، وعايزين طبعا نعرف كل الجديد اللي بيتعلق بكواليس مران اليوم بالنسبه للنادي الاهلي. خلينا امير يعني الاول نستعرض موقف المصابين في النادي الاهلي، يعني من جديد مستشفى النادي الاهلي بتفتح ابوابها من جديد. بلاش كلمه مستشفى دي يا فاروق بعد اذنك، النادي الاهلي ده نادي كبير، نادي اجتماعي رياضي كلام من ده، اللي بيطلع مصطلح مستشفى ده عن النادي الاهلي ده مصطلح غير موفق اطلاقا، يعني مع احترامي طبعا للكلمه اللي انت بتقولها، لكن الاهلي دايما كيان كبير، مستشفى ده اصابات، موضوع اصابات وارد بتحصل في اي نادي مش في الاهلي بس. اتفضل.
بالظبط يا امير. خليني اقول لك لان احمد فتحي كان اشتكى من بعض الاجهاد وادى مران النهارده في الجيم. عمرو السوليه يا امير، يعني انا هاخد من كلامك، هو واحد من اللعيبه الرجاله، يعني عمرو السوليه هو كان تحامل على نفسه في لقاء حرس الحدود، ويعني كان عمرو السوليه اشتكى من نزله برد لكن تحامل على نفسه، واحنا دايما عهدنا يا امير بلعيبه النادي الاهلي اللي بتقدر المسؤوليه. يعني عمرو السوليه تحامل على نفسه وكان واحد من اسباب فوز النادي الاهلي بمباراه حرس الحدود. كان اشتكى من نزله برد، ويعني نقدر نقول برضه غاب عن المران لنزله البرد، وان شاء الله هيتم اجراء فحص طبي لعمرو السوليه في الغد بمشيئه الله لتحديد مدى لحقه بمباراه الاسماعيلي ان شاء الله. لكن يعني نقدر نقول بنسبه كبيره ان شاء الله عمرو السوليه يكون موجود النهارده. امير رمضان صبحي احمد فتحي هيبقى موجود يا فاروق؟ ها احمد فتحي هيكون موجود باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله اتفضل. رمضان صبحي يعني اشتكى في بدايه المران من الام في العضله الخلفيه، فضل الجهاز الفني ودكتور خالد محمود ان هو يريح رمضان صبحي النهارده من المران، وهيتم ان شاء الله ايضا اجراء فحص طبي امير لرمضان صبحي لتحقيق لتحديد مدى لحاقه بالمباراه. النسب قد ايه يا فاروق؟ ايضا نعم يا امير، النسب بالنسبه لرمضان صبحي قد ايه ان هو يلحق المباراه؟ لا يعني تقدر تقول يا امير يعني 50 50 يعني ان شاء الله. هي في اشاعه هتتعمل النهارده، وفي ان شاء الله هيتعمل فحص طبي غدا على يعني اثر هذا الفحص هيتم تحديد مدى لحاقه بالمباراه بمشيئه الله. رامي ربيع كان اشتكى من اجهاد عام، ورامي ربيع احنا شفنا ما شاء الله واحد من اللعيبه اللي بتادي بجديه في الفتره الاخيره في النادي الاهلي، اشتكى من اجهاد عام، ايضا الجهاز الفني فضل ان هو يريح رامي ربيع، وباذن الله هيكون ان شاء الله متواجد ايضا رامي، هيتم اجراء فحص طبي، لكن بنسبه كبيره ان شاء الله امير هيكون موجود في اللقاء. ياسر ابراهيم عمليه اللي هي العضله الضمه، برنامج تاهيلي بيتم لياسر ابراهيم بعد شكوى من الام في العضله الضمه، في برنامج تاهيلي بيخوضه ياسر ابراهيم ان شاء الله، يعني ما بين جلسات علاج طبيعي وبعض التمرينات بيديها ياسر ابراهيم في الجيم. لكن يعني نقدر نقول بنسبه كبيره ان شاء الله برضه ياسر ابراهيم خلال الفتره القادمه هيكون موجود. المران شهد عودة صلاح محسن وحسام عاشور. صلاح محسن يعني كان حصل على أجازة وإذن من الجهاز الفني لمدة 48 ساعة، استأنف المران مع اللعيبة بشكل مميز. حسام عاشور أيضا اللي كان بيعاني من نزلة برد أمير غاب على إثر هذه نزلة البرد عن المباراة الأخيرة للنادي الأهلي أمام حرس الحدود، أيضا النهارده موجود. من الأمور المهمة جدا أمير اللي عايز أقول لك في مران النادي الأهلي اللي انطلق النهارده تمام الساعة 11 صباحا، حالة التركيز اللي موجودة عند الجهاز الفني وعدم واللاعبين من عدم الانشغال بتعثر المنافسين، يعني دي جزء مهم طبعا. نقطة مهمة جدا يا أمير، أنا يعني برضه أنا حابب إن احنا نوضحها. الجهاز الفني اللعيبة كلها يعني تركيزهم تركيز اللعيبة منصب على مباريات النادي الأهلي فقط، أنا صح. مطالب مني إن أنا بفوز في كل لقاءاتي، بنظر لمبارياتي، تعثر المنافس أو سقوط المنافسين أمر مش بيشغل بال كتير من الجهاز الفني أو اللاعبين، حالة من التركيز ومن الجدية عند لاعب النادي الأهلي. النهارده يا امير برضه المران عشان نكون موضحين اكتر، المران كان مغلق، فرض عليه المستر ريني فايلر نوع من انواع السريه، عقد جلسات مكثفه مع افراد الجهاز الفني لمتابعه فريق الاسماعيلي في المباريات الاخيره، هي واحده من اهم لقاءات النادي الاهلي في مهمه درع الدوري هذا الموسم، بحث الطرق الاداء للنادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره اللي بدات تحسن في الفتره الاخيره، مشاهده بعض المباريات الاخيره لنادي الاسماعيلي، حث اللاعبين ايضا على ضروره ان انا احافظ على نفس الاداء ونفس المستوى. اجراء بعض بقى الجمل الامير مش هناخد فيها بصوره كبيره قوي، الجمل الفنيه اللي طبعا النادي الاهلي زي ما انت بتشوف في الفتره الاخيره بيعاني من تكتلات دفاعيه في الخصوم امام النادي الاهلي. حاول مستر ريني فايلر والجهاز الفني ان هو يبقى في تنويع، نحاول ان انا استغل الكرات الثابته الكرات المتحركه لضرب التكتلات الدفاعيه، ودي نقطه من النقاط المهمه جدا اللي بركز عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي. زي ما قلت لك يا امير ان شاء الله الفريق في قمه التركيز، ان شاء الله تبقى مباراه مهمه. الفريق بمشيئه الله امير غدا هيأدي مرانه في تمام الساعة الثانية ظهرا، بعد عقد التمرين إن شاء الله النادي الأهلي أو الجهاز الفني هيعلن قائمة الفريق للمباراة، يتوجه الفريق
عقد المران باذن الله الى الاسكندريه لمواجهه فريق نادي الاسماعيلي ان شاء الله. زي ما قلنا امير هي محطه من المحطات المهمه لفريق النادي الاهلي في مشوار درع الدوري هذا الموسم. انا معاك امير، لو في اي استفسار انا معاك. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل ما يتعلق بكواليس تدريب اليوم بالنسبه للفريق واستعداداته لمباراه الاسماعيلي المقبله باذن الله يوم الخميس الساعه 7:30 في استاد الماكس، وهنبقى منتظرين ومترقبين هذه المباراه عشان تبقى ثلاث نقاط اخرى جديده في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. زي النهارده من 13 سنه النادي الاهلي فاز على كلوب امريكا في المركز او اللعب على المركزي الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، وفاز بالميدالية البرونزية، وطبعا دي الأهداف اللي كلنا مش ناسينها، أكيد احنا مش ناسينها طبعا، وكانت بطولة عظيمة جدا البطولة دي، وكان ممكن نوصل لنهائي كأس العالم في مباراة انترناسيونالي لو تفتكروا بهدف فلافيو لما تعادلنا معاهم 1-1، لكن النصيب يعني كنا عملنا مباراة كبيرة جدا بإشادة الجميع وكل الصحف العالمية والنقاط في كل أنحاء العالم. البطولة دي كانت مهمة قوي ليه بقى؟ لأن احنا البطولة اللي قبلها في 2005 رايحين، ولو أكيد حضراتكم فاكرين طبعا، احنا رايحين عشان ناخد كأس العالم في 2005، فاتصدمنا في أول ماتش مع اتحاد جدة خسرنا 1-0 أعتقد بهدف محمد نور في التوقيت ده، وكلنا للأسف كان يوم أسود بالنسبة لنا يعني كجمهور للنادي الأهلي، لكن كان في إصرار واضح عند الجهاز الفني بقيادة طبعا الأسطورة مستر مانويل جوزيه في هذا التوقيت ولاعبي المميزين على العودة لكأس العالم، وده اللي حصل في 2006، وقدرنا إن احنا نأدي بطولة كبيرة جدا وان احنا نجيب البرونزيه في كاس العالم. عشان كده انا عايز اروح لمداخله مهمه جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي في هذا التوقيت وحارس مرمى النادي الاهلي في هذه المباراه، هو الكابتن امير عبد الحميد. يا كابتن امير مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. عايزين نستعيد معاك ذكريات برونزيه كاس العالم يا كابتن امير، وانت شاركت في هذه المباراه كمان بالتحديد، وانجاز كان كبير جدا بالنسبه لكم في هذا التوقيت وبالنسبه لكل المصريين يعني. بص يا امير، هو طبعا بالنسبه لنا كان انجاز كبير جدا كاهلاويه وكمصريين والوطن العربي، كنا بنمثل طبعا كل حاجه مصر ووطن عربي وافريقيا، وان احنا ناخد نعمل انجاز كويس جدا ان احنا ناخد ثلاثة العالم. ويمكن كمان احنا يمكن خسرنا في السيم فاينل من انترناسيونالي 2-1 بالعافيه بالظبط، وكنا ممكن نوصل فاينل نلعب مع برشلونه كنا ناخد ثاني العالم مثلا على الاقل. طب وليه ما كناش خدنا كاس العالم؟ وكنا ممكن ناخد غيره. بالظبط، انا بتكلم على اللوجيك يعني. منطقي شويه. فالقصه كلها ان احنا طبعا كان قبليها في كاس العالم، يمكن احنا في كل كاس عالم او كل مناسبه ليها في كاس العالم كان بيبقى متواجد النادي الاهلي، ودي كانت حاجه حلوه جدا لينا مشرفه بلدنا. وفي نفس الوقت الناس خلاص عرفت النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا كان معروف افريقيا وعربيا طبعا طبعا، لكن عالميا كان بعيد شويه، كان بعيد شويه، لكن احنا كنا بنلعب طبعا مع ريال مدريد وبرشلونه وبنلعب ماتشات عالميه، لكن التواجد ليك مشرف ليك انك انت تلعب في كاس العالم للانديه، العالم كله بيتفرج عليك. يمكن كل مناسبه كنا من النادي الاهلي متواجد فيها، ولكن ما كناش اول كاس عالم للانديه ما كانش فيه توفيق، يمكن خسرنا في ماتش اتحاد جده اول بالظبط فيها محمد نور، وبعدين بعديها على طول خصوصا في 2005 يا كابتن امير كانت الامال منعقده بشكل كبير جدا، يعني احنا هنروح نجيب ميداليه في كاس العالم، يعني احنا رايحين ننافس على اللقب يعني، فالناس اتصدمت لما خسرنا مباراه اتحاد جده، فكان عندكم حافز كبير ان انتوا تروحوا كاس العالم تاني وتادوا المستويات الكبيره في 2006 يعني. بالظبط يا امير بالظبط، هو هي قصه كلها الناس كلها حاطه عمل كبير، خصوصا ان انت عندك لعيبه على اعلى مستوى جيل ذهبي زي ما بيقولوا، وكان الناس عندها امل ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم الانديه، ولكن ما كانش في توفيق. لكن احنا كان معانا طبعا الاسطوره مستر مانويل جوزيه عنده تحديات كبيره جدا ونقلها لنا من خلاله، وكده كده انت بتلعب في النادي الاهلي لازم يبقى عندك تحديات. كان عندنا هدف ثاني اكبر ان احنا السنه اللي او كاس العالم اللي بعديه نعمل حاجه، والحمد لله يمكن عملنا انجاز كبير جدا. بدات في مصر صفاقسي ابو تريكه والبطوله كانت صعبه جدا، ورحنا الحمد لله لعبنا وكسبنا اول ماتش بالظبط، وبعدين كان هدفنا ابو تريكه، وبعد كده دخلنا على الجيش الناسيوناليك خسرنا بالعافيه ولعبنا على ثلاث العالم، وكان ما فيش هدف ثاني انت لازم كنت الماتش ده تكسبه عشان على الاقل تبقى ثالث العالم، والحمد لله يمكن الانجاز بالنسبه لنا كان كويس. الناس كلها الحمد لله اتشرفت بيه كمصريين وكعرب طبعا طبعا، وفي كل الدنيا وكاهلاويه،
على المستوى الشخصي. فالقصه كلها ان انت الحمد لله عملت انجاز كبير جدا، انت لسه عالم، العالم كله يعني فاكره، واحنا فاكرينه وكل الناس فاكراه. فالحمد لله كان انجاز كبير جدا ينسب للجيل اللي موجود. ويمكن رحنا بعد كده ما كانش فيه توفيق، ولكن النادي الاهلي معروف ان هو المناسبات الكبيره لازم متواجد اكيد، وحصل لنا اطراف في الفتره الاخيره، ولكن ان شاء الله نتمنى ان احنا نرجع تاني ونحقق انجاز ان شاء الله. طيب فرصه انت معايا كابتن امير اتكلم معاك على منافسات النادي الاهلي هذا الموسم، سواء في البطولات المحليه او بطوله دوري ابطال افريقيا اللي احنا من خلالها بنحاول نرجع لاجواء كاس العالم مره ثانيه زي ما كنا بنستعرضها مع مشاهدينا الكرام منذ لحظات. بتشوف المنافسه ازاي بالتحديد في البطوله الافريقيه كابتن امير؟ بص يا امير، هو طبعا البطوله الافريقيه دي من اصعب البطولات. تشامبيونز ليج افريقيا انت عندك اعظم فرق في افريقيا، ولهم اساميهم ولهم يعني اسمهم كبير جدا في افريقيا. النادي الاهلي طبعا، حتى النادي الاهلي في اسوء حالاته كان بيلعب فاينل مع الفرق الثانيه، ولكن ما كانش فيه توفيق ان انت تحقق انجاز اللي هو طبيعي ان النادي الاهلي بيحققه. لكن مع الناس الموجوده والصفقات الجديده والجهاز الفني الموجود والاصرار، وطبعا تشجيع الجمهور الكبير العظيم بتاع النادي الاهلي للفريق والمسانده، ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يوصل، وان شاء الله احنا عندنا جيل كويس جدا جدا يقدر يحقق في افريقيا، ويحقق كمان ان شاء الله كاس العالم اللي جاي هيحقق انجاز. وزي ما قلت لك يا امير، والنادي الاهلي موجود في كل المناسبات الكبيره، لكن احنا في اسوء حالاتنا كنا بنلعب فاينل ضد صن داونز ضد الترجي والنجم الساحلي. فطبيعي يعني النادي الاهلي في حالته اكيد هياخد البطوله ويحقق انجاز ان شاء الله. فاتمنى ان اللعيبه تفضل على المستوى ده والروح دي، ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه جدا في افريقيا وفي بطوله محليه، واي بطوله النادي الاهلي هيدخل فيها طبيعي النادي الاهلي ياخدها يعني. بالظبط، ان شاء الله التوفيق ليهم يا رب الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن امير، انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن امير عبد الحميد طبعا احد نجوم النادي الاهلي السابقين، واللي شارك في انجاز كبير بالوصول والحصول على الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه 2006، وطبعا كانت مباراه كبيره، ابو تريكه جاب هدفين. خلينا اقول لحضراتكم التشكيله، احنا بنحاول نفتكر الايام الجميله دي طبعا دايما. كان امير عبد الحميد في حراسه المرمى، اسلام الشاطر، شادي محمد، عماد النحاس، وائل جمعه، طارق السعيد، محمد شوقي، حسام عاشور، ابو تريكه طبعا، فلافيو، وعماد متعب. ونزل في الشوط الثاني كل من احمد صديق مكان اسلام الشاطر، وحسن مصطفى مكان حسام عاشور، ومحمد صديق مكان عماد متعب، والنادي الاهلي قدر انه يفوز بهذه الميداليه البرونزيه. طيب دي كانت ذكرى مهمه جدا حابين نفكر حضراتكم بها. خلينا نقول لحضراتكم سريعا كمان نتائج مباريات الامس في بطوله الدوري المصري وبعض البطولات الاخرى. امبارح كان في ماتشات، طنطا والانتاج الحربي، انتاج كسب 1-0، المقاولين وادي دجله 1-0 لوادي دجله، مصري المقص والاتحاد السكندري مباراه كانت حلوه قوي بصراحه 3-2 للاتحاد السكندري، وطلائع الجيش والزمالك مباراه كانت قويه ومميزه ايضا، وانتهت بفوز طلائع الجيش على نادي الزمالك 3-2. دي كانت مباراه الامس. مباراه اليوم انبي والمصري الساعه 5 ابتدى الماتش خلاص، وبيراميدز والجونه الساعه 7:30. النهارده كمان في مباراه في كاس رابطه المحترفين الانجليزيه ما بين استون فيلا وليفربول. هتقولي ازاي ليفربول عنده مباراه بكره في كاس العالم؟ هقول لك هيلعبوا بالناشئين هناك مجبرين، ما فيش هزار في انجلترا، مباراه في ميعادها في ميعادها، حتى لو عندك مباراه رسميه اخرى يعني في بطوله مختلفه معتمده من الفيفا، فهتتلعب المباراه هتتلعب من غير جهاز فني، هيبقى جهاز فني طبعا للناشئين هناك ولاعبين مختلفين خالص عن الموجودين طبعا في قطر. كمان بكره في مباراه مرتقبه كلنا اكيد هنتفرج عليها باذن الله تعالى الساعه 9 بالليل ما بين ريال مدريد وبرشلونه، واكيد جمهور ريال مدريد بيتمنى فوز ريال مدريد، وجمهور برشلونه بيتمنى فوز برشلونه، ان شاء الله ريال مدريد هو اللي يكسب. كمان النهارده في كاس العالم للانديه في ماتشات، السد القطري بيلعب الترجي التونسي على المركز الخامس، المباراه ابتدت 4:30، النتيجه اعتقد كانت 2-0 قبل ما ادخل الهواء، ومباراه اخرى هتكون الساعه 7:30 ما بين فلامينجو البرازيلي والهلال السعودي في نصف النهائي، وبكره طبعا مباراة مونتري وليفربول، مونتري المكسيكي وليفربول الانجليزي طبعا في تمام الساعة 7:30 مساء. سريعا قبل ما نشوف اخبار الاهلي في الصحف، عايزين نتكلم عن جزئية غاية في الاهمية، وهو فيما يتعلق بالمنافسة على بطولة الدوري. حلو لما المنافس بتاعك يخسر في البدايات كده ويفقد نقاط، عادي يعني، دي حاجة ايجابية جدا، حاجة تسعد كل اهلاوي وما فيهاش نقاش، عشان نبقى نتكلم بمنطقيه وبصراحه. المنافس التقليدي دايما ليك مين؟ اكيد هو نادي الزمالك، نادي كبير ونادي محترم وعريق وكل حاجه. لما يخسر مباراه امبارح مثلا طلع الجيش، وخسر مباراه قبل كده وتعادل وكلام من ده، ده بيديك قوه ودوافع اكبر ان انت تحتفظ باللقب بتاعك. لكن في نفس الوقت المشوار
لسه طويل قوي. احنا لعبنا 6 ماتشات بس لحد دلوقتي في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، عندنا لسه عدد كبير جدا من الاسابيع والمباريات الهامه والصعبه والمصيريه. ممكن البعض يقول لك خلاص كده يا عم الدوري باين قوي من اوله رايح للاهلي، لا الكلام ده مش في الكوره، الكلام ده غير منطقي، مش عايزين ننجر لهذا الفخ اطلاقا. الاهلي مركز جدا في كل مباراه دون النظر لاي منافس اخر، بتعرف النتائج ده طبيعي جدا، تعرف شكل المنافسه عامل ازاي ده طبيعي جدا، لكن في نفس الوقت انت مركز مع نفسك، مركز مع هدفك، انت عايز ايه؟ عايز تاخد اللقب من خلال فوزك في مختلف المباريات ان شاء الله وتمشي بالشكل اللي انت ماشي بيه، وفي نفس الوقت مركز في بطوله اخرى، بطوله دوري ابطال افريقيا. فموضوع ان احنا نبقى شايفين لو الزمالك مثلا بيخسر او بيراميدز كمان من المنافسين بيخسر، دلوقتي داخل الاتحاد والمقاولين كمان في المنافسه رغم ان احنا لسه في البدايات، لكن في كل الاحوال لا، ركز مع نفسك انت، ركز مع فريقك انت، الاهم دايما انك تكسب وتكسب وتحقق كل اللي انت بتتمناه واللي بيتمناه اكيد جمهور النادي الاهلي باذن الله تعالى، ودي جزئيه مهمه جدا بالطبع. اخبار الاهلي في الصحف ايه النهارده نشوفها، يلا بينا. الاخبار، الاهلي متحفز دائما من الحرس الى الدراويش، فايلر الفوز على الحدود مهم وتجهيز معلول لمباراه الاسماعيلي. الاخبار المسائي، القوه الضاربه، الاهلي يحشد اسلحته استعدادا للدراويش وفايلر يجهز معلول. الاهرام، الاهلي يدرس اعاره جيرالدو وصلاح محسن، انبي يرغب في اعاده مهاجمه السابق ويطلب ضم عمار حمدي. أخبار الرياضة، عبد الحفيظ عن تعاقدات يناير، اطمئنوا الطرق الشرعية سبيلنا الوحيد. الأهرام المسائي، الأهلي يشتعل بسبب صلاح وصالح، الإدارة تتدخل في مصير محسن وجمعة والثنائي يطلبان الحرية. المسا، فرحة الأهلي، مكافآت وإشادة وأرقام قياسية، 67,000 جنيه لكل لاعب، المجلس مبسوط بفايلر والفريق يتدرب دون راحة. الجمهورية، السويسري يبدأ التجهيز للدراويش، الأهلي وفايلر حائران بسبب الراحلين. اليوم السابع، الأهلي يعرض 2 مليون دولار وجيرالدو لشراء ليكي، الكشف الطبي يثبت سلامة كهربا، مارسيلو يؤجل البت في عروض الإسماعيلي وإنبي وينتظر الإعارة خارجية. الوطن، مكافآت في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي وجيرالدو يستعد للرحيل، صالح يرفض اللعب للدراويش، الطبيب يمنح الضوء الأخضر لعودة معلول والشحات يتحفظ على الراحة. الشروق، فايلر لن أغير طريقة لعب الأهلي، المنافس لم يقدم شيئا سوى الدفاع ولم أشك في الفوز على حرس الحدود. طيب خلينا نستعرض الأخبار كده واحدة واحدة ونتكلم فيها، وإحنا بنحاول دايما نتكلم بالشكل المنطقي أكتر وده اللي بيبقى أهم، لأن في ناس قدامنا أكيد بيتفرجوا علينا وبيبقوا عايزين يعرفوا الحقيقة بتبقى فين، بيبقوا عايزين يعرفوا الكلام الأقرب للواقع بيبقى إيه، وده دورنا في الحقيقة إن إحنا دايما نوضح كل الأمور لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي دايما بيبقى عايز يعرف كل جديد بتخص أو بيخص نادي النادي الأهلي. نبتدي بجريدة الأخبار واللي اتكلمت عن النادي الأهلي النهاردة وقالت إيه؟ قالت إن الأهلي متحفز دائما، ده أمر طبيعي. من الحرس للدراويش، طبعا مباراة هتبقى صعبة مباراة الدراويش، وفايلر كلامه بعد مباراة الحدود ان الفوز على الحدود مهم وتجهيز معلول لمباراة الاسماعيلي. طبعا الفوز على الحدود اكيد كان مهم، وكان في تصريحات لمستر فايلر بعد المباراة، وفيما يتعلق بعلي معلول في محاولات لتجهيزه، واللاعب خلاص شوفي من الاصابه، كان عنده اصابه في العضله الضمه عطلته خلال الفتره اللي فاتت، لكن في حاله عدم جاهزيه معلول. ما شاء الله عندنا محمود وحيد بيأدي مستويات مميزه جدا، طبعا نتمنى ان كل اللاعبين يكونوا متاحين للجهاز الفني، هو اللي يختار من اللي يلعب طبقا لرؤيته وتفكيره واستراتيجيته وخططه لكل مباراه، لكن في كل الاحوال لو معلول مش موجود احنا عندنا الحمد لله محمود وحيد لعيب مميز جدا، هنشوف
بكره هيتم التاكد من كل هذه الامور بشكل اكبر باذن الله بعد نهايه المران. نروح للاخبار المسائي وبيتكلموا على القوه الضربه للنادي الاهلي وان الاهلي بيحشد اسلحته استعدادا للدراويش وفايلر يجهز معلول. للاسف عندنا بعض الاسلحه اللي بتتعرض لاصابات مختلفه يعني اجهاد عضلي زي رامي ربيعه، شد زي ياسر ابراهيم، نزله برد مثلا زي السوليه وعاشور، كلام من ده. لكن ان شاء الله على بكره ايضا يبان مين اللي يقدر يكون متواجد في مباراه الاسماعيلي. نتمنى الكل يكون متاح للجهاز الفني. وتجهيز معلول بس مش عشان مباراه الاسماعيلي، تجهيز معلول عشان المرحله اللي جايه كلها المقبله، مباريات هامه كلها في البطولات المختلفه. خلينا نروح للاهرام وبرده الملفات بقى اللي ايه الشائكه شويه. الاهلي يدرس عروض اعاره جيرالدو وصلاح محسن. لسه الاهلي يا جماعه ما قررش ان هو يطلع جيرالدو او يطلع صلاح محسن او ما اعلنش رسميا. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي ممكن تقول يا عم خلاص احنا بقى في شهر 12 وطبيعي ان تلاقي ناس يعني خلاص في استقرار عند الجهاز الفني على اللاعبين اللي هيكملوا واللاعبين اللي هيمشوا. في استقرار طبعا، هم الناس استقروا. مين هيبان لما يتم الاعلان بشكل رسمي؟ جيرالدو في حسابات مستر فايلر حتى الان، نفس الحال بالنسبه لصلاح محسن، الراجل موجود وما فيش اي مشكله خالص. ان بيرغب في اعاده مهاجمه السابق اللي هم قصدهم على صلاح محسن يعني، ويطلب ضم عمار حمدي، اكيد هيجي لك عروض. يعني من المنطقي ومن البديهي ان النادي الاهلي عنده افضل لاعبين في مصر. لما الانديه الاخرى تلاقي مثلا في بعض اللاعبين ما عندهمش حظوظ في المشاركه لدقائق كتيره، فيقول لك ايه ممكن الاهلي يفكر يدينا الراجل ده اعاره فنحاول معاه. هيجي لك عروض، اكيد هيجي لك عروض لمختلف اللاعبين. انت هتقيم الدنيا ازاي؟ طبقا لمصلحتك كفريق، لان دايما المصلحه الاهم هو مصلحه الفريق. اللاعب ده لو طلع اعاره هل انا هتضرر ولا مش هتضرر؟ لو مش هتضرر اوكي هخليه يلعب بره اكتر. هتضرر؟ لا انا محتاجه، انا عندي بطولات كتيره بشارك فيها وعايز اكسبها كلها، فهيبقوا معايا يعني. فهو التفكير ماشي كده في النادي الاهلي. لما تيجي العروض هيتم دراستها وهيتم دراسه احتياجات مستر فايلر، وبناء على كل ذلك يتم اتخاذ القرارات الانسب لمصلحه النادي الاهلي. نروح لاخبار الرياضه وبتقول عبد الحفيظ عن تعاقدات يناير، اطمنوا الطرق الشرعيه سبيلنا الوحيد. وده شيء مفروغ منه في النادي الاهلي دايما. انت بتسلك كل الطرق الشرعيه للتعاقد مع اي لاعب من اللاعبين. سيبك من الكلام اللي بيطلع خلال الايام اللي فاتت دي، يقول لك اصل موقف مثلا عشان برضو بصراحه كهربا مش عارف ايه كلام. الاهلي مستف ورقه دايما، ومن اهم الامور في النادي الاهلي والسيستم بتاعه ان دايما الورق بتاعي يكون مظبوط ومتستف بالشكل الطبيعي. وانا عارف كويس جدا جدا، مش انا يعني كنادي قصدي، عارف الامور القانونيه بتبقى ماشيه ازاي، المطلوب مني ايه، الاجراءات التعاقديه بتبقى ازاي، الطرق اللي لازم اخدها على راي كده الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان اتعاقد مع اي لعيب بتبقى انهي طرق. الكلام ده في النادي الاهلي ما تفكروش فيه، انسى. اي حد يقول لك غير كده ممكن يكون متضايق شويه من صفقه قويه زي دي، وده الطبيعي عادي بتحصل. فيطلع حد يقول لك كلام مثلا ايه، لا ده في شك، ده ممكن ما يلعبش اصلا، ممكن يتوقف، الكلام من ده، الكلام ده غير موجود. والاهلي مرتب كل اموره بشكل مميز، وان شاء الله كهرباء او غير كهرباء او اي لعيب هيجي النادي الاهلي يكون اضافه قويه للنادي الاهلي. هو امر احنا معتادين عليه من النادي الاهلي دايما يعني، مفيش امور او طرق ملتويه يعني بيلجا فيها النادي الاهلي على مدار كل التعاقدات او على اي امور اخرى يعني بتخص الفريق او النادي. خلينا نروح للاهرام المسائي. بص بقى، بص العنوان بقى عامل ازاي. الاهلي يشتعل بسبب صلاح وصالح. يعني الدنيا ايه ولعه في النادي الاهلي. ما احترمنا طبعا وتقديرنا لزميلنا العزيز اللي كاتب هذا الخبر، لكن الامور مش بالصوره دي والله خالص يعني. دايما بنحاول نضخم الامور، دايما بنحاول نعمل يعني ايه ان الاجواء مشتعله وان الدنيا بايظه جوه النادي، رغم ان الفريق ماشي بشكل ممتاز وكويس جدا، لكن في كل الاحوال ماشي. نتعامل مع كل هذه الاخبار، التعامل هيبقى ازاي؟ ان يا جماعه والله ما فيش اي مشكله لا لصلاح محسن ولا لصالح جمعه. الناس بتستنتج ان في مشكله ليه؟ عشان الاثنين الفتره اللي فاتت ما بيلعبوش. طيب خلينا نوضح الامور بشكل اكبر للناس. يا جماعه صلاح جمعه ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت عشان كان عنده اصابه في العضله الضم، فكان عنده تدريبات علاجيه وتاهيليه، عشان كده كان مستبعد من الحسابات. طبيعي واحد مصاب هتلعبه ازاي؟ هو رجع خلاص من الاصابه بقاله كام يوم، فهيبتدي يخش في حسابات الجهاز الفني، هيبقى اكبر في حسابات الجهاز الفني لما يكون جاهز بدنيا وفنيا، وده اللي هيقيمه الجهاز الفني من خلال التدريبات. اذا صلاح جمعه في الحسابات يا جماعه وموجود مع النادي الاهلي. صلاح محسن، صلاح محسن ايضا كان شارك في بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه،
وكان عنده اجهاد، خد راحه بعديها، وبعد كده ابتدى يخش مع الفريق وغاب يومين عشان استقبل مولوده، فالامور لسه مش مستقره بالنسبه له في التدريبات، هتستقر خلال الفتره الجايه، بالتالي ايضا هيكون في حسابات الجهاز الفني. والاهم في كل الاحوال ان الاهلي يكسب، ده هيلعب او ده هيلعب، احنا الاهم بالنسبه لنا ان الاهلي يكسب ويحقق اللي احنا عايزينه، ان هو ياخد اي بطوله بيشارك فيها، رغم طبعا التوفيق وعدم التوفيق ده وارد برضه عشان نبقى نتكلم صح في الكوره يعني، لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل كويس، مفيش امور مشتعله اطلاقا في النادي الاهلي. بيقول لك الاداره كمان تتدخل في مصير محسن وجمعه. من امتى اداره النادي الاهلي تتدخل في مصير حد من اللاعبين؟ بانهي منطق؟ ازاي؟ دايما عندنا جهاز فني سواء الموجودين قبل كده، التعامل معاهم بيبقى ازاي؟ انت كجهاز فني، كمدير فني، شوف احتياجاتك ايه، طلباتك ايه، انا كاداره هنفذها لك. قراراتك خدها واحنا في ظهرك، ايا كان ايه هو القرار. في الاخر هنتحاسب مع بعض بعد انتهاء الموسم. دي سمه من سمات النادي الاهلي الاساسيه، وان هم الاثنين بقى يطلبان الحريه، وان هم عايزين يمشوا فري، وان هم عارفين ان فرصهم ضعيفه فاتكلموا كمان، الكلام ده كله غير حقيقي بالمره. نروح لفين تاني؟ تعالوا نروح للمسا وفرحه الاهلي، مكافئات اشاده وارقام قياسيه، وده بيبقى طبيعي طبقا للائحه، يعني 67,000 جنيه لكل لاعب، دي امور يعني ماديه خاصه باللوائح بتاعه الفريق. والمجلس مبسوط بفايلر، كل الناس مبسوطه بفايلر، كل جمهور النادي الاهلي مبسوط بفايلر. وبالمناسبه يا جماعه، وارد فايلر يكون موفق في بعض المباريات في اداره بعض المباريات، ووارد ان هو ما يكونش موفق في اداره بعض المباريات الاخرى. هو بني ادم، هو مدرب، مش ساحر او مش واحد يعني كل حاجه عارفها، مش اجمد واحد في الدنيا، مفيش حد اجمد واحد في الدنيا يعني. هو الراجل واضح ان هو مدرب كويس بصراحه، واضح جدا. النتائج بشكل اكبر حبان خلال الفتره اللي جايه، وهنشوف مستوياته والظروف اللي ممكن يواجهها على مدار الفتره اللي جايه. الراجل عنده مشروع بيشتغل عليه في النادي الاهلي وماشي فيه بخطوات ثابته ومميزه جدا مع الفريق. فبالتالي بالاضافه كمان لاجواء النادي الاهلي اللي بتساعد اي مدرب على النجاح، يعني انت حضراتكم شفتوا قبل كده مستر لاسارتي، ناس كتير كانت بتنتقده، لكن الراجل في الاخر جاب الدوري. مش ده الهدف الرئيسي لجمهور النادي الاهلي بصراحه يعني، لكن عشان هو موجود في منظومه النادي الاهلي خرج ببطوله. مستر فايلر اول مباراه ليه خد بطوله، وغيره من المدربين يعني، لكن المدرب مباشر، المدرب مميز، والتوفيق وارد يكون معاه في بعض الفترات، وارد ما يكونش معاه في بعض الفترات، وده الطبيعي يعني في الدنيا كلها يعني، في اي مهنه من المهن يعني. طيب الفريق بيتدرب دون راحه، ده اتكلمنا فيه خلاص. نروح ل ماشي الجمهوريه، وبتقول ان السويسري يبدا التجهيز للدراويش، وبدا خلاص من امبارح، والراجل بيدرس فريق الدراويش بشكل جيد جدا. والاهلي وفايلر حائران بسبب الراحلين، مفيش حيره ولا حاجه، الناس مستقره بشكل كبير جدا على اللي هيكون موجود واللي هيكون مش موجود، خصوصا انت خلاص جبت كهربا، ناقص لك مكان واحد، كان ناقص لك مكانين، ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده على فكره، يعني احنا قلنا كده، كان في مكانين للنادي الاهلي، مكان خلاص اللي هو كهربا جه، والمكان الثاني اكيد خلال الفتره الجايه بقى هنشوف الاهلي هيعلن عن ايه او عن مين كمان، كلها امور خاصه بالنادي يعني، هيعلم من خلالنا، من خلال الموقع الرسمي، وكلها امور طبيعيه يعني. لكن البديهي والطبيعي ان الاهلي ناقصه مكان كده هيجي فيه لعيب يعني، عشان ما نبقاش قلنا حاجه غلط. تمام؟ ففي كل الاحوال يعني النادي او الناس في النادي مستقره على الناس اللي هتبقى موجوده والناس اللي هتمشي، وعلى فكره مش ناس كتير، مفيش يعني، ممكن على فكره ممكن ما تلاقيش حد مشي من النادي الاهلي خالص. انت هو محمد محمود ممكن بس اللي ترفع من القائمه، غير كده هنشوف يعني الدنيا هتستقر ازاي من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. نروح لليوم السابع. اليوم السابع الاهلي يعرض 2 مليون دولار وجيرالدو لشراء الليكي. الليكي ده المهاجم النيجيري اللي بيلعب في صفوف لوزرن السويسري. فبالتالي لسه مفيش حاجه رسمية، الاهلي ما خدش خطوات رسميه بخصوص اليكي، هل هو واحد من المرشحين؟ في مرشحين كتير جدا ممكن يكون اسم اليكي منهم طبيعي، وغير اليكي كمان مرشح بالنسبه للنادي الاهلي. القرار النهائي بخصوص انهي لاعب ده هنعرفه خلال الفتره اللي جايه، مش مستعجلين، معانا شهر يناير اللي جاي هنعرف مين المهاجم او مين لعيب ممكن يكون في مركز تاني برضه، هنشوف وهيعلن اكيد عنه النادي الاهلي فور انتهاء كل الامور الخاصه بالتعاقد. وبالمناسبه يا جماعه، بالنسبه للتعاقدات،
في منظومه في النادي الاهلي بتعمل في الجزئيه دي بشكل مميز جدا. الموضوع مش مقتصر على فرد واحد اطلاقا، النادي الاهلي دايما بيبقى العمل جماعي فيه، مفيش فرد هو اللي بينجح في التعاقد مع فلان او فلان، كلها منظومه بتنجح في استقدام بعض اللاعبين، بتنجح في بعض القرارات اللي بتكون مهمه للنادي بشكل عام. يعني نروح لفين تاني؟ نكمل موضوع اليوم السابع. بيقول لك الكشف الطبي يثبت سلامه كهربا، كهربا زي الفل، ما فيش اي مشكله. مارسيلو يؤجل البت في عروض الاسماعيلي وانبي، اللي هو حسين السيد لسه ممكن يكون الجهاز الفني متمسك بيه، ده هيبان ايضا خلال الفتره اللي جايه. وان حسين السيد منتظر عرض اعاره خارجي، هنشوف برده الامور هتستقر على ايه طبقا لرؤيه الجهاز الفني. نروح لخبر اخر من الوطن. الوطن بتقول ايه؟ ان في مكافئات في الاهلي قبل مواجهه اسماعيلي، وجيرالدو يستعد للرحيل ولا بيستعد ولا حاجه، الراجل موجود. صلاح يرفض اللعب للدراويش، مش مطروح الكلام ده دلوقتي وصلاح موجود. الطبيب يمنح الضوء الاخضر لعوده معلول، هو خلاص معلول اصبح جاهز، هنشوف الدفع بيه هيكون امتى بالظبط. وحسين الشحات يتحفظ على الراحه، مش منطقي خالص، ما فيش اي لاعب في النادي الاهلي بيتحفظ على اي قرار للجهاز الفني، ده لو الجهاز الفني اصلا عايز يريح حسين الشحات مش عارفين، ده قرار محدش يعرفه. لكن لو في اتجاه بإراحة حسين الشحات، حسين الشحات هيلتزم بهذا القرار، ما فيش حد بيتكلم في الأمور دي في النادي الأهلي خالص، يعني حضراتكم عارفين كده كويس جدا، فما فيش أي تحفظ من حسين الشحات ولا حاجة بخصوص هذه الجزئية. ماشي، دي كانت أخبار الأهلي في الصحف، أخبار الأهلي في المواقع إيه نشوفها؟ يلا بينا. سوبر كورة، الأهلي يتقدم 6 مراكز في تصنيف أندية العالم، وبيراميدز يتراجع. سوبر كورة، فايلر يقفز 137 مركزا في تصنيف أفضل مدربي العالم. اليوم السابع، اتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي والأهلي في استاد الماكس ونقلها قرار أمني. 1-3، الأهلي ينهي أزمة تجديد عقد شريف إكرام. طيب أخبار الأهلي في المواقع، خلينا نبتدي بسوبر كورة والجايبة تصنيف أندية العالم طبقا لموقع كلوب وورلد رانكينج العالمي، واللي قال النادي الأهلي تقدم للمركز 42 بدل المركز 48 في تصنيف أندية العالم بعد انتصاراته السابقة والأخيرة في بطولة الدوري. وفي المقابل بيراميدز بيتراجع، بيراميدز تراجع من المركز 104 للمركز 117، نادي معانا في مصر يعني، فاكيد نبقى مهتمين بالامور دي. نروح لسوبر كوره ايضا مع موقع كلوب وورد رانكينج، واللي بيتكلم على تصنيف افضل مدربي العالم، وان مستر فايلر وصل للمركز 579 بدل 716. هتقولي هو المركز بتاعه متاخر قوي كده ليه؟ هقول لك، لان الراجل كان مريح فتره كبيره قبل ما يتولى قياده او مسؤوليه الفريق الاول لكرة القدم النادي الاهلي، ولسه مستر فايلر هيتخطى مراكز اكتر من كده بكتير طبعا طالما موجود في النادي الاهلي، ده شيء او امر بديهي. نروح لليوم السابع. واتحاد الكره بيقول ان مباراه الاسماعيلي والاهلي في استاد الماكس هو نقلها قرار امني. الاهلي مش طرف في الموضوع ده يا جماعه، هو الاسماعيلي ممكن يكون طلب ان هو ينقل المباراه ان يلعب على ملعبه للاتحاد الكوره، اتحاد الكوره هيتصرف ازاي دي حاجه ما تخص يعني ملناش دعوه بيها، الاهلي مستعد للمباراه في اي حته طبعا يعني. فده قرار خاص باتحاد الكوره والجهات الامنيه زي ما مكتوب كده في الخبر. نروح ل 1-3. 1-3 بتتكلم وتقول ان الاهلي ينهي ازمه تجديد عقد شريف اكرامي. ما فيش ازمه ولا حاجه اصلا يعني، الازمه جت منين؟ ليه ازمه؟ هو في عندنا شريف وليد وحسام عاشور ومين تاني؟ وعندنا شريف اكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور واحمد فتحي، الاربعه عقودهم ممكن تكون هتنتهي اخر الموسم. القرار في فتح هذا الملف يبقى عند المسؤولين في النادي الاهلي، هيشوفوا الوقت المناسب خصوصا في ظل توالي المباريات، ولما يتفتح الملف هنشوف النتائج بتاعته ايه. لكن ما فيش ازمه ولا حاجه، شريف من ابن من ابناء النادي الاهلي وابن مخلص جدا جدا وبيحب النادي جدا وراجل ملتزم ومفيش اي مشاكل من شريف يعني. لكن دايما البعض بيحاول يختلق بعض الازمات يعني، لكن مفيش حاجه، الدنيا ماشيه كويس وزي الفل الحمد لله في النادي الاهلي. خلينا نروح للاخبار المحليه والعالميه. يلا. سوبر كور، حسام البدري يطالب باقامه مباريات المنتخب باستاد القاهره. الكابتن البدري يطلب من الجبلاية إقامة معسكرين للمنتخب قبل مارس.
اليوم السابع منتخب الشباب يتلقى عرضا للمشاركه في كأس العرب بالسعوديه. دوافع الشروق، اتحاد الكره يؤجل تطبيق تقنيه فار في الدوري. في الجول فضل، الفار جاهز للتطبيق وامامنا خطوه واللائحه الجديده بالتنسيق مع فيفا. بوابة اخبار اليوم، الهلال مهدد بنقل مبارياته خارج السودان. البوابة سبورت، كلوب يتغزل في صلاح محمد زيدان ويؤكد جاهزية ليفربول لتحقيق المونديال. الوطن سبورت، صحيفة جزائرية، صلاح الأقرب لجائزة الأفضل في أفريقيا ومحرز يبتعد. موقع كورة، ميسي هازارد لا يمكنه تعويض كريستيانو. سبورت 360، انتر ميلان يصر على ضم ماتيتش في يناير. سوبر كوره، وبتتكلم عن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول، واللي بيطلب اقامه مباريات المنتخب باستاد القاهره الدولي، وكلنا بنطلب بكده بصراحه، مش كابتن حسام بس، لان استاد مهم واستاد مرعب للمنافسين، خصوصا انت مقبل على تصفيات مهمه جدا، بالتحديد تصفيات كاس العالم 2022 في قطر، وتصفيات كمان بطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون. انت عندك في شهر مارس ويونيو ماتشات في تصفيات كاس العالم بعد القرعه اللي هتتعمل يوم 21 يناير، ان شاء الله تكون قرعه مناسبه لينا يعني باذن الله. وعندنا في كل الاحوال ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني منتخب مصر واللاعبين ان هم باذن الله يتخطوا هذه التصفيات ويتاهلوا لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي. فهو طلب من الكابتن حسام بدري، وان شاء الله باذن الله الطلب هيكون يعني يتنفذ، لانه مهم جدا طبعا. نروح لموقع الكابتن وكلام لسه على الكابتن حسام البدري، واللي بيقول ان هو كمان يطلب من الجبلية إقامة معسكرين للمنتخب قبل مارس. الامر ده بقى اعتقد ان صعب شويه. ليه هقول لك صعب؟ لان في عدد من الماتشات الكبيره جدا بالنسبه للانديه المحليه في البطولات المحليه والانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه. وفي ضغط، وانت كنت اجلت قبل كده. اجلت مباراه الاهلي والزمالك وقعدنا فتره ما بنلعبش كوره لغايه لما المنتخب الاولمبي يخلص بطوله الامم الافريقيه، فهيبقى في ضغط من الماتشات خلال الفتره الجايه لغايه شهر مارس، ده مؤكد. الكابتن حسام بدري طبعا حقه ان هو عايز يرتب اموره في معسكرين طبعا للقائمه المحليه بس اللي هيختارها، لان طبعا ما فيش اجنده دوليه قبل شهر مارس، فالمحترفين مش هتعرف تجيبهم. هو الراجل عايز يستعد، لكن في نفس الوقت اعتقد ان اتحاد الكوره هيلاقي صعوبه في توفير طلب الكابتن حسام البدري فيما يتعلق بمعسكر او اثنين قبل الاجنده الدوليه في شهر مارس. هنشوف الامور هتمشي ازاي. نروح لبوابه الشروق، وده خبر مهم قوي بقى، والخبر ده واللي بعده في يعني تناقض شويه، يعني هنعرف. اتحاد الكره يؤجل تطبيق تقنيه الفار في الدوري، وشايفين ان الامور صعبه جدا، وفي ثلاث اسباب رئيسيه هتخلي ان ما يبقاش فيه فار في بطوله الدوري هذا الموسم، وهيتم الشغل او العمل على تطبيق هذه التقنيه بدايه من الموسم الجديد، وده امر احنا ما نتمناهوش اطلاقا، احنا عايزينه بكره. احنا عايزين الفار النهارده قبل بكره بصراحه، عشان الدنيا تبقى ماشيه كويس، وخصوصا انت ما بتبقى مقبل على المراحل الحاسمه في بطوله الدوري، الكلام بيزيد. تتفادى الكلام ده ازاي؟ بتطبيق هذه التقنيه. ايا كانت الصعوبات ايه، حاول، انت وعدت بكده، حاول تطبق التقنيه دي. فالمهم بيقول لك ايه من ضمن الاسباب، هم ثلاث اسباب، قال لك التكلفه $1,000,000، يعني مش كبيره التكلفه، مش كبيره. وان توقيع العقود الشركه اللي هنوقع معها العقود بخصوص، هي شركه اسبانيه بخصوص الفار، عايزه متخصصين هم اللي يبقوا موجودين ويشتغلوا بالفار في الدوري المصري، واتحاد الكره عايز حكام مصريين. دي الازمه الثانيه. الازمه الثالثه ان لازم تجرب الفار في المسابقات الناشئين والمباريات الوديه وكلام من ده، وانت عندك الملاعب اللي بتلعب عليها مسابقات الناشئين في مصر ملاعب غير مؤهله لاستضافه او لتطبيق تقنيه الفار، فده عائق من ضمن العوائق. الحل هيبقى ايه؟ مش عارف، لكن ممكن نلاقيه في الخبر اللي بعده في موقع في الجول. كابتن محمد فضل قال ايه؟ قال ان الفار جاهز للتطبيق وامامنا خطوه واللائحه الجديده بالتنسيق مع الفيفا. هو بيتكلم عن ملفين، ملف اللائحه او لائحه النظام الاساسي الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم وملف الفار. خلينا نبتدي ملف الفار. قال ان احنا خاطبنا وزاره الشباب والرياضه للحصول على موافقات الاداريه والماليه، وده اللي بينقصنا بس تطبيق هذه التقنيه. يا رب ماشي، لو كده يبقى الموافقات ان شاء الله هتيجي من الوزاره وتطبق التقنيه دي باذن الله على اقل تقدير في بدايه الدور الثاني يعني، نتمنى. الجزئيه الاخرى وهي خاصه بلائحه الجبليه، وان بيتم التنسيق مع الاتحاد الدوري اللي بيشرف على اللجنه الخماسيه خلال الفتره الحاليه، وان كل البنود
هتكون في صالح الكرة المصرية وتطويرها بشكل مميز، ومفيش أي بنود هتبقى مفصلة لأي جزء من الأجزاء الخاصة بالأندية المختلفة داخل مصر، وكل دي أمور أيضا غاية في الأهمية. من ضمن الأخبار المهمة كمان بوابة أخبار اليوم بتقول لك إن الهلال مهدد بنقل مبارياته خارج السودان. فبالتالي بيقول لك ايه، في هناك في السودان الملعب بتاع الهلال السوداني مش ملعب قوي قوي، مش مميز قوي، محتاج تطوير ومحتاج بعض الامور اللي لازم تكون موجوده، زي اضاءه الملعب، زي تزويد منطقه المصورين خلف المرميين، زي الكافيتيريا اللي لازم تبقى موجوده في كل ملعب. فالاتحاد الافريقي هدد بنقل مباريات الهلال، وده بيبقى امر بالنسبه لنا يعني احنا اكيد ما نتمناهوش لنادي الهلال، لكن على مستوى المنافسه نتمناه طبعا. انت تلعب مع الهلال السوداني بره ارضه هيبقى شيء ايجابي بالنسبه لان جمهور الهلال جمهور كبير جدا طبعا، فالمباراه هتبقى صعبه في ملعبه اكتر ما هي هتكون صعبه خارج ملعبه. فهنشوف الامور هتخلص على ايه بخصوص ملعب الهلال. بالمناسبه بيمرنهم طبعا كابتن حماده صدقي، كابتن نجم النادي الاهلي السابق ومدرب العام منتخب مصر ومدرب في بعض الانديه ومدرب مميز جدا، فاكيد المباراه هتبقى صعبه في كل الاحوال مع الهلال السوداني. نروح للبوابه سبورت، وكلوب يتغزل في صلاح ومحمد زيدان ويؤكد جاهزيه ليفربول لتحقيق المونديال، وهي تصريحات ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول واللي بيجهز لمباراه الغد، مباراه قبل النهائي، وان شاء الله يتاهل يلعب في النهائي وياخدوا البطوله، لان نجمنا المصري في نادي ليفربول. فهو الراجل بيتكلم عن البطوله ان احنا مركزين دلوقتي كل التركيز على كيفيه الفوز بكاس العالم، لان دي بطوله رسميه ومهمه جدا بالنسبه لها، وتركيزنا كله منصب على المواجهات اللي هتقابلنا في هذه البطوله. سالوه على الفرقه اللي هتلعب مع استون فيلا في كاس رابطه المحترفين، قال هنتفرج على الماتش النهارده بالليل هنتابعه، لكن احنا مش متوقعين ان احنا نكسب، احنا بنلعب بالناشئين، لكن في كل الاحوال ده اللي حصل واحنا لازم نتعامل معاه بشكل مميز. وتطرق لمحمد صلاح وسالوه يعني قالوا له رايك في الدوريات العربيه او اللاعبين العرب وكلام من ده، قال له ما بتابعش الدوريات العربيه بشكل كبير، لكن اعرف لاعبين عرب دربتهم ومميزين جدا زي محمد صلاح ومحمد زيدان، ان هم كان عندهم قدرات فنيه وبدنيه كبيره جدا، هو كان سعيد بتدريبهم يعني. يعني تصريحات مختلفه ليورجن كلوب. اخر خبر هاخده معايا هو من الوطن سبورت وصحيفه جزائريه بتقول ان صلاح الاقرب لجائزه الافضل في افريقيا او محرز يبتعد. هما بيستندوا لايه؟ بيستندوا لفوز صلاح وساديو ماني، هما يعني في متن الخبر بيقولوا صلاح وساديو ماني هما اللي هيكونوا بينافسوا على هذا اللقب، ان هما خدوا تشامبيونز ليج، لكن في نفس الوقت محرز خد بطوله الامم الافريقيه في مصر هنا مع الجزائر، فالمنافسه هتكون قويه. هما بيستبعدوا محرز وبيقربوا محمد صلاح، اعتقد ان محمد صلاح يعني نتمنى ان هو يفوز طبعا بالكره الذهبيه الافريقيه للسنه الثالثه على التوالي، لكن اعتقد هتبقى صعبه شويه وهنشوف يعني. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. بعد الفاصل اللي هيكون معايا الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي، وهنتكلم في بعض الملفات الهامه جدا محليا وعالميا، وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي وكل جديد يخص هذا. استنونا بعد الفاصل. استاذ محمود باهي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا محمود اخبارك ايه؟ منور يا امير. الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. ايش يا كريم؟ الله يكرمك. الله يكرمك. خلينا نتكلم على الاهلي الفريق الاول بالتحديد ومسيرته في بطوله الدوري حتى الان، بتشوفها ازاي بعد الانتصار الاخير على حرس الحدود وقبل مباراه قويه جدا مع الاسماعيلي؟ وطبعا لغايه دلوقتي الاهلي ماشي بحق العلامه الكامله. الفوز على حرس الحدود كانت مباراه صعبه جدا وكان متوقع، الكابتن طارق العشري ده اسلوب لعب وطريقه لعب اللي هو الدفاع المتكتل بشكل كبير جدا، حقق نتائج كويسه قصاد فرق قويه زي المخاصه وزي الاسماعيلي، كان بنفس السيناريو حتى كل الفرق اللي لعبت معاه عانت من نفس المعاناه. المشكله ان الجماهير دلوقتي امير ان هي عايزه الاداء المثالي والنتيجه المثاليه في كل حاجه، يعني اداء ممتاز ونتيجه 3-4-0 والكلام ده كله، ده مش هيتحقق لك. ممكن يكون المنافس افضل منك زي ما قلنا قبل كده، ممكن يكون المنافس عنده ادوات بتحد من حالتك، ممكن انت كفريقك يكون مرهق بدنيا، مش في حالته،
مش في مستواه، بس الاهم ان هو اللي يكون الفريق في كل الظواهر السلبيه دي تكون عنده بيكسب، دي حاجه مهمه جدا، دي شخصيه البطل. صح. البطل ان هو بيكسب في اي ظرف او في اي حال. فاعتقد ان المباراه بتاعت حرس الحدود كانت متوقعه بشكل كبير النتيجه دي، ودايما ماتشات النادي الاهلي ضد الفرق اللي بيدربها كابتن طارق العشري دايما بيبقى فيها صعوبه بشكل كبير، سواء مع وادي دجله قبل كده، سواء مع انبي، سواء مع حرس الحدود كمان في الاول كمان قبل كده. كابتن طارق العشري سبق ليه ان هو كسب النادي الاهلي في نهائي بطولات كاس مصر والسوبر برضه مع جيل قوي جدا للنادي الاهلي. فطارق العشري اسم كبير برضه في الدوري المصري أكيد. واسم ليه خبره كبيره، ومباراه كانت تقيله وكانت من المحطات اللي هي الصعبه جدا. البعض بيلوم على الكابتن طارق العشري الطريقه اللي لعب بيها في المباراه، هل اللوم ده منطقي؟ يعني مدير فني شايف ان هو ممكن بقلل الامكانيات مثلا او بطريقه اللعب المعينه دي يخرج بنقطه مثلا من النادي الاهلي، فتبقى حاجه ايجابيه بالنسبه له يعني. بص يا امير، هو كل مدرب شايف مصلحته ايه او الطريقه، هو حر في الطريقه اللي هو بيدير بها الفريق. وبعدين في نفس الوقت انت صعب جدا تلعب مع الاهلي او الزمالك مباراه مفتوحه، صعب تلعب مع فريق بيفوقك فنيا وبدنيا وحافز وبطولات والكلام ده كله تلعب معاه مباراه مفتوحه. احنا شفنا المباراه اللي قبلها كان وادي دجله بيلعب النادي الاهلي مباراه مفتوحه، بيلعب جيم مختلف تماما عن اللي بيأديه كابتن طارق العشري، اللي هو البيلد اب من ورا واللي هو بيبني الهجمه من الخلف، واصر تاكي جونياس ان هو على الطريقه بتاعته دي، وما عملش اعتبار برضو ان هو بيلعب فريق كبير. الطريقه دي كويسه جدا، لكن برضو انت بتلعب فريق كبير بيلد اب وهو برضو يفوقك اسما وتاريخا وامكانيات، هتغلط اكيد. فاذا كانت النتيجه كانت بشكل كبير كانت اتقل، كانت 3-0 والاهلي وصل للجون اكتر من مره وضيع، يعني 3 وضيع. كذلك المباراه الاخيره اي نعم النتيجه كانت 1-0، نتيجه ما بتعجبش الجماهير كتير، بس هي في الاول وفي الاخر هي مكسب. 1-0 زي 4-0 زي 5-0، انت بتاخد الثلاث نقط اللي انت بتعزز اعاده بناء لشخصيه حرس الحدود اللي كان من فتره من الفترات كان بيبقى منافس قوي وكان بيحقق نتائج قويه جدا ضد الاهلي والزمالك، بل كمان فاز ببعض البطولات. طيب نقدر نقيم اداء النادي الاهلي في الماتشات اللي بيبقى فيها التكتل الدفاعي زي ماتش حرس الحدود، هل نقدر نحكم الاهلي كان النهارده حلو ولا وحش، ولا المباراه دي ما تقدرش تحكم فيها؟ لا امير، بص انا بقول لك، هي برده مش كل المباريات هتمشي بنفس السيناريو واحد. تمام. في تكتل دفاع، لكن انت برضو في نفس الوقت انت وصلت المرمى حرس الحدود في فرصتين في العارضه. اي نعم كم الفرص اللي كانت للاهلي المتاحه مش كتير بشكل كبير، لكن انت برضو عندك الفرقه ما بتلعبش بالقوام الرئيسي الكامل، عندك في اسلحه برضو اتبدلت عليك في المشوار، عندك حمدي فتحي اصيب لعيب في وسط الملعب، خسرت سلاح مهم جدا، عندك الباك الشمال علي معلول من افضل لاعبي الدوري الموسم الماضي ان لم يكن افضلهم، وكان ليه دور كبير جدا في تتويج النادي الاهلي بلقب الدوري، مش موجود. محمود وحيد موجود وبيأدي وكويس، بس برضو يعني لسه ما جابش الايه الفورمه الكامله بتاعته، ما تقدرش تحكم على اللعيب بقاله مثلا شهور بعيد عن المشاركه وهتحكم عليه بعد 3 أو 4 ماتشات. فاذا انت برضو عندك عناصر قوه لسه بتعمل ايه، زي بتعمل ريبير للفرقه، يعني انت بتعمل اعاده تدوير للفرقه، فقدت مركز او اثنين في الملعب ومركز مؤثر جدا اللي هو الظهير الايسر من افضل لعيبه عندك، وحمدي فتحي برضو كان من ابرز اللاعبين اللي هم كانوا بيدي حريه اكتر للعناصر الهجوميه ان هي توصل للجون بشكل اكبر. غيرت مراكز بعض اللاعبين وده برضو هيأثر شويه على شكل الاداء وهياخد وقت لغايه ما تتاقلم على الطريقه دي. احنا دلوقتي بنشوف مجدي قفشه هو لعيب الوسط المدافع التالي بجوار عمرو السوليه، بنشوف وليد سليمان في قلب الملعب كان الاول من ضمن الاسلحه البديله اللي كان بيعتمد عليها فايلر في بدايه الموسم، لكن دلوقتي في تغيير في بعض المراكز، فطبيعي هيحصل هزه شويه، هزه فنيه مقبوله، مش يعني مش هزه كبيره، يعني بنتكلم ان هو هيبقى في تباين، يعني مش هنقول مثلا 9 مش هيفضل مستوى ثابت يعني على طول في حتى لو انت حتى لو انت ممكن تكون في حالتك وممكن تكون كل الركائز دي موجوده وتخسر عادي. المشكله يا امير دلوقتي الجمهور مش قابل الخساره، مش هو عنده فكره ان انا لازم اكسب باي شكل وباي اسلوب، وما فيش
عنديش اي اعتبار للمنافس اللي قدامي ده، ممكن يكون احسن مني او ممكن يكون موفق عني، ممكن يكون الحظ برضو في كره القدم وارد. جمهور الاهلي دايما متعود على الفوز، لكن في نفس الوقت لازم نكون منطقيين شويه، ان انت وارد تقابل فرقه قويه، فرقه تقدر تتفوق عليك حتى لو انت احسن منها فنيا، وهي دي كره في الاخر، ده طبيعي يعني. بالظبط لان انت دلوقتي بتلعب 11 ضد 11، معلش مع احترامنا ما بتلعبش تقسيمه او بتلعبش ضد الكراسي، لا بقى برضو في لعيبه ثانيه كل امل ان هي تطلع بنتيجه ايجابيه ضد الاهلي، ده بالنسبه لها ممكن تلخص الموسم كله ان احنا كسبنا الاهلي او تعادلنا مع الاهلي او عطلنا الاهلي او ضيعنا الدوري من الاهلي، ده في حد ذاته بيبقى هدف كبير جدا لانديه ثانيه. طيب عايز اخد رايك في اثنين من اللعيبه، عمرو السوليه واحمد فتحي، على مدار الفتره اللي فاتت كلها يعني بتقيم الاثنين دول ازاي بالذات يعني؟ عمرو السوليه من العناصر اللي هي برضو ثبتت اقدامها بشكل كبير في تشكيله النادي الاهلي، مع مرور الوقت بقى اكثر ثقه، اكثر اداء، اكثر فنيا برضو، لكن في نفس الوقت امير حته وسط الملعب بتاعه النادي الاهلي برضو حصل فيها احلال وتجديد بشكل كبير. بشكل كبير يعني، انت الاول كان عندك ركيزه حسام عاشور، دلوقتي هو موجود في الفرقه بس برضو انت بتعمل اعاده تدوير للمركز ده. كان في موجود حسام غالي، كان برضو في عناصر خبره تقيله، دلوقتي انت بتعمل اعاده بناء لمنظومه الوسط في النادي الاهلي، بقى دلوقتي في عاشور موجود في النادي الاهلي لكن هو برضو من الاسلحه البديله او عناصر الخبره اللي هيتم اللجوء ليها في اوقات معينه، كان في حسام غالي اعتزل، دلوقتي انت عندك مجدي قفشه، او مجدي قفشه برضو مش مركزه، انت عندك دلوقتي حمدي فتحي وعمرو السوليه، برضو عناصر بايه؟ بتتولف مع بعض من اول وجديد، فده برضه هياخد وقت، لكن اداؤه بشكل عام انا شايف ان هو كويس جدا يعني. عمرو السوليه لمسته الجماليه كويسه بشكل كبير، عنده كمان لعيب مؤثر طبعا. عنده كمان الفعاليه على المرمى كتير، شفنا الموسم اللي فات سجل اكتر من مره، وبيشارك كمان في صناعه الهجمات وتمرير كله طولي. بالنسبه للكابتن احمد فتحي بصراحه هو خارج محل التقييم يعني، انا يعني هو تاريخ كبير، انا اقل ان انا اقيم احمد فتحي، راجل كسب بطولات مع نادي الاسماعيلي ومع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. ممكن التقييم في المرحله دي بالتحديد لاحمد فتحي، لان دايما الكلام بيبقى عليه كتير، وبالتحديد عايز اتكلم على ثبات المستوى على مدار ما شاء الله كنت بقى سنوات عديده بالنسبه للاعب يعني. ده مثلا عشان كده بنقول هو بره التقييم يعني. النادي الاهلي عدى عليه بيسيرو، مارتينيول، جاريدو، عدى عليه اسامي كتير، كابتن حسام البدري وقبله كتير كابتن عبد الزعيم شافي، واحمد فتحي ما زال موجود. عدى على منتخب مصر مدربين كتار كبيره في بالظبط، واحمد فتحي كان بعيد في فتره من الفترات عن الصوره مع هيكتور كوبر، ولعب كاس عالم ولعب كاس افريقيه. عشان كده كابتن احمد فتحي برضو الناس لازم أن تحترم تاريخ اللاعب. اللاعب ده اداله 15 16 سنه تمام، فلما يقع في ماتش او اتنين مش نهايه الكون يعني. هو بصراحه الفتره اللي فاتت ماشي كويس جدا، لكن هو الفتره اللي فاتت من العناصر المهمه جدا. فايلر راجل بيلعب كره سريعه، كره هجوميه، كره قويه، ومع ذلك بكره ايقاعها سريع، ومع ذلك احمد فتحي هو العنصر الاساسي اللي موجود في النادي الاهلي في مركزه. بص اللقطه دي هو احتياطي في الماتش اللي قبل اللي فات، جاب حسين شحات عمل اسيست لازار وجاب جول، وبص استقباله للعيبه ازاي في الملعب يعني بعد الهدف. ما هو امير من كباتن الفرقه لازم يحتوي لعيب زي وليد ازارو. بص الروح عنده عامله ازاي حتى لو هو مش في الملعب، الحاجات دي بتبقى مهمه جدا في اي فريق في الحقيقه. احنا زي ما نقول بالبلدي احمد فتحي شبع يعني، احمد فتحي حقق ما لم يحققه اي لاعب في مصر حاليا يعني. بس هو مش بيحش، هو الراجل بيكمل وعايز يجيب بطولات يعني. لا يعني انا اقصد امير الراجل إيه؟ انا فرحت كتير. انا هنا بقوم بدوري ان انا يعني بساند زملائي بشكل معنوي، لان في مثلا لعيب بعيد عن المشاركه بشكل كبير، في لعيب بقاله كتير ما بيسجلش. فانا دوري ككابتن ان انا احتويه، اقول له ان انا في ظهرك، وعناصر الخبره زي ما بقول لك مهمه جدا يا امير. عشان كده دي عناصر خبره ساعات بيكون دورها حتى لو هي ما بتلعبش بشكل اساسي، لكن وجودها مهم جدا، ان دي زي ما بنقول العكاز اللي الفريق بيتسند عليه. انت ما بتلعبش، لكن انا بوصل لك فكره ان المكان ده ازاي ان هو بيلعب تحت ضغط دايما، ان هو لازم تفوز في كل المباريات، لازم تنافس على كل البطولات. اظن ان عناصر الخبره ومنها كابتن احمد فتحي وجودها مهم جدا وخارج محل التقييم بصراحه. اكيد. طيب عايز اتكلم معاك في شكل المنافسه على بطوله الدوري السنه دي، وهل الملامح ابتدت تبان، وهل ده ممكن يكون كلام منطقي لو حد بيقول مثلا الاهلي اقرب السنه دي لبطوله الدوري، خصوصا بعد ان الزمالك مثلا خسر امبارح، او مباراه اخرى كان خسرها، ومباراه امبارح كمان طلع الجيش. بتشوف ازاي الكلام في الجزئيه دي بالتحديد في التوقيت ده؟ لا بص يا امير، اقول لك على حاجه، هو دايما الاهلي، وده مش تحيز يعني، دايما هو الاهلي المرشح الاقوى لبطوله الدوري. حلو. تمام؟ كويس. لكن قصه ان هو الدوري انتهى من دلوقتي، لا، احنا تعالى نرجع بالذاكره لورا، زي اليومين دول الموسم اللي فات النادي الاهلي كان فين ونهى الموسم فين؟
فدي برضو صح. رساله مهمه جدا، انك انت مش معنى انك مثلا متصدر الدوري لفتره معينه ان انا كده ضمنت البطوله. انت يا دوبك كل اللي لعبته حوالي 5 أو 6 مباريات من اصل 34 جوله، فالمسافه كبيره جدا. وارد هيظهر لك لحظات تباين في المستوى، انخفاض في المستوى، هتمر بمرحله اصابات، هتمر بمرحله ايقافات، هتمر بمرحله ضغط مباريات بشكل كبير، خاصه انك داخل برضو في محافل افريقيه ومواجهات صعبه مع الهلال ومع النجم الساحلي ومع بلاتينيوم وسفريات والكلام ده كله. هتلاقي برضو في النص المشوار ده بيقع منك لعيبه للاصابات او للغيابات، فلا لسه المشوار بشكل يعني لسه المشوار طويل جدا. يبقى الاهلي والزمالك هم المرشحين الابرز لاي لقب دوري على مدار التاريخ. تمام، فرص الاهلي طبعا بتبقى اقوى باعتبارات كتيره جدا، بنقول شخصيه البطل، شخصيه البطل اللي انت حتى وانت سيء لازم تكسب. تمام، دي اللي بتفرق نادي عن نادي تاني. اما بالنسبه لخساره نادي الزمالك، فبرضه الزمالك لا، ما زال الزمالك عنده تشكيله قويه، أكيد. الزمالك عنده لعيبه خبرات، الزمالك عنده لعيبه دوليه، الزمالك عنده لعيبه من المغرب ومن تونس. يبقى زي ما بيقول الامير، العنصر اللي بيفصل مع احترامنا سواء بقى ادارات او اجهزه فنيه هو اللعيبه هو العنصر الاساسي. اللعيبه هو العنصر الاساسي. احنا قلت لك في حلقه من الحلقات اللي فاتت، الجيل ده متدلع شويه، اللي هو انا مش مشكله مثلا ايه عندي مثلا ظرف طارئ في النادي بتاعي او مشكله، مش شرط ان انا اتاثر بالمشكله دي، انا برضو بلعب لاسمي، بلعب لتاريخي، بلعب لكذا. يعني مثلا الربط مثلا بين الخساره او بين اداء وحش ومثلا بين مشكله ماليه او كذا، ده المفروض ما يكونش موجود بصراحه. يعني هو موجود في بعض الانديه يعني كمان. اكيد موجود في بعض الانديه، اكيد موجود في بعض الانديه. تمام، لكن ان انا ادافع عن اسمي وعن فريقي، ما هو ده اللي هيخلي سعري يعلى، هو ده اللي هيخلي الدنيا تمشي معايا، فاهمني؟ لكن بقيه الانديه دايما برضو في اي دوري في العالم يا امير، في اي دوري بتلاقي قطبين بيتنافسوا واربع خمس محطات مؤثره. تمام، وبقيه الانديه زي ما بيكون مع احترامنا ليهم جميعا ضيف شرف، ده مش في مصر بس، في كل دول العالم. تلاقي مثلا في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه، في فياريال، اشبيليه، فالنسيا، بلباو، الفرق اللي هي ايه صعبه مع عربه، وبقيه الفرق الثانيه هي مجرد بتادي ادوار ممكن تكون بتسعى مثلا لتحقق مفاجاه، ممكن تحافظ على مركزها ما تهبطش. كذلك في انجلترا تلاقي مانشستر سيتي وليفربول، وبقيه الانديه محطات صعبه، تشيلسي، ممكن توتنهام. بس دلوقتي المنافسه في انجلترا يعني في ليستر سيتي دلوقتي الاقرب ليفربول، مش مانشستر سيتي. ما عندوش النفس الطويل يا امير، ما عندوش النفس الطويل. خدوا البطوله من 3 سنين، خدوا البطوله، كانت مفاجاه، كانت مفاجاه القرن يعني، كانت مفاجاه القرن ليستر سيتي يكسب البطوله. تمام، الارسنال دلوقتي بعيد عن الصوره، بس برضه يبقى فريق برضو من المحطات اللي صعبه، رغم ان هو ايه مشاكلهم ورغم ان هي الازمات ورغم تغيير المدرب. بس دايما الدوري الانجليزي ملوش مقاييس، ما تقدرش تقول ان هو اتحسن دلوقتي ليفربول، ولا نقدر نقول لا هو مش، لا مش هتحسن، بس الملامح والمؤشرات بتقول ان ليفربول اقرب، اقرب بشكل كبير جدا. ليه كمان يا امير؟ برضو لان ليفربول في بعض المباريات كان اداؤه فيها مش قوي جدا، وفاز، مش الافضل، مش بيروح على المرمى كتير، ما بيضيعش فرص كتير، لكن فاز. دي اللي بقول لك شخصيه البطل، هي بتبان ملامح البطل في بعض الامور، في بعض التصرفات، في بعض المباريات اللي هي بتكون زي ما نقول بالبلدي متعقربه، لكن هي بتعدي معاك وبتمشي. طيب الاتحاد والمقاولين مثلا في الدوري المصري السنه دي ماشيين بشكل كويس لحد دلوقتي، رغم ان مفاجاه امبارح وادي دجله فاز على الاتحاد 1-0، عفوا على المقاولين 1-0، لكن هم اكيد ماشيين بشكل جيد في الدوري. هل تتوقع الاستمراريه ولا ممكن ما يكملوا؟ لا للاسف لا. هقول لك يا امير، انت برضو في كل دوري نادي الاتحاد مشارك في البطوله العربيه، ممكن تاثر شويه على ضغط المباريات بيأثر عليه. نادي المقاولين عنده عامل نتائج كويسه جدا مع كابتن عماد النحاس. تمام، لكن حتى تصريح المسؤول نفسه بيقول ان انا عارف ان انا مش هنفس، لكن انا ممكن اخطف مركز رابع، اروح نهائي الكاس مثلا، اخطف بطوله، الكلام ده كله. لكن الدوري النفس الطويل لا، ده محتاج مقاومات تانية. زائد مثلا كل الانديه الثانيه بتلاقي مثلا لو هو في نادي لمعه كده في لعيب او اتنين، هتبتدي الانديه الكبيره تبص عليه، فيبتدي تركيز اللعيب ده يتشتت. خلاص انا دلوقتي انا مش عايز اكمل مع فرقتي، لا انا عايز ايه، مركز ان الاهلي عايزني، ان الزمالك عايزني، ان بيراميدز عايزني، الكلام ده كله. تمام، فدي برضو الطموح مش قوي عند بقيه الانديه، طموح مش قوي بشكل كبير. لكن هو مثلا بطوله الكاس انا بشوفها مطمع لاي فريق، مطمع لاي فريق، لان بطوله نفسها قصير يعني، انت ممكن بضربه حظ تكسبها. لكن بطوله الدوري عشان انت تحافظ بشكل كبير، لا، في برضه انديه قويه، في المصري فريق قوي، في المقصه عنده عناصر كويسه جدا رغم تراجع النتائج مع احمد حسام ميدو، لكن فرقه برضه تعتبر من الفرق المصنفه في بطوله الدوري. طيب مباراه الاسماعيلي مباراه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بتشوف المباراه دي ازاي ورؤيتك ليها ايه؟ ومباراه الاسماعيلي هتكون برضه مباراه صعبه على الاهلي، لان برضه الاسماعيلي جاي
بعد صحوه يعني بدا يفوق اخر ما اخر مباراتين محقق فوزين متتاليين. هو المركز السادس 13 نقطه على بص بص امير المراكز في الدور الاول بتبقى عامله زي الكراسي الموسيقيه بتتغير كل شويه، ممكن تلاقي فريق كسب راح نطت اربع خمس مراكز، فدي يعني مش مقياس، هي مش حكم اللي هي مركزه. برضو نادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي طبعًا ليه طبعًا. اسم، نادي ليه تقل، نادي بيعرف يلاعب اهلي وزمالك، نادي ده نادي الاسماعيلي يا امير من المحطات اللي انت بتقول محطات صعبه، محطات ممكن تغير مسار الدوري من نادي لنادي. الموسم اللي فات كان الاهلي بينافس على الدوري بشكل كبير وفي عز المنافسه تعادل مع نادي الاسماعيلي. فنادي الاسماعيلي فريق قوي عنده لعيبه مميزه جدا زي همام طارق، عندهم باهر المحمدي برضو لعيب دولي، وبرضو في عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي برضو من العناصر اللي هي بانت كويس مع المنتخب الاولمبي. عنده شويه لعيبه، عنده حراس المرمى بشكل كويس ممتازين رغم ان هم سنهم صغير. محمد مجدي او محمد فوزي. فعندهم تشكيله من اللعيبه الكويسه جدا. النادي الاسماعيلي عنده برضو عناصر شابه ممتازه جدا، فاعتقد ان هي هتبقى مباراه صعبه جدا علي. هي اهلي واسماعيلي برضو تعتبر من القمم المصريه كل الاحوال. يعني حتى في اسوء الظروف ممكن يحقق معاك نتيجه ايجابيه. فما تبقى مباراه صعبه على الاسماعيلي رغم تغيير الجهاز الفني بتاعه، ورغم ان هو الجهاز الفني الحالي هو جهاز فني مؤقت، لكن اعتقد ان عروضه في الفتره الاخيره تحسنت بشكل كبير وعندهم ثقه شويه، دوافع جديده طبيعي بالظبط. وبرده في نفس الوقت دوافع الاهلي واللعب ضد الاهلي غير اي حاجه، والاسماعيلي نادي كبير مش نادي قليل. اكيد يعني. اكيد اكيد هي في كل الاحوال هتبقى مباراه صعبه جدا على الفرقتين، ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق فيها. لكن في كل الاحوال برده خليني اقول لك ان الاهلي عنده بعض الغيابات المتوقع ان هم يغيبوا عن المباراه اللي جايه، بالتحديد رمضان صبحي. هل غياب رمضان ممكن يكون مؤثر على النادي الاهلي في مباراه كبيره زي الاسماعيلي؟ بدرجه كبيره، بدرجه كبيره جدا كمان. رمضان صبحي من اللي هي اللعيبه الجوكر في خطه فايلر، نلاقيه دايما يمين، يعني يبدا المباراه في الجناح الشمال يتحرك يمين ينزل تحت راس الحربه، نخش نلاقيه راس حربه وبيكمل الهجمه وبيبقى راس حربه تاني مع اجاي او ازارو او اللاعب اللي بيكون متواجد براس حرب اساسي. فرمضان من اللعيبه من ابرز لعيبه الاهلي الموسم ده بشكل كبير. كمان غيابه هيخلي الناحيه الشمال بتاعت النادي الاهلي اضعف، برضو اضعف لان علي معلول ورمضان صبحي كانت جبهه قويه جدا جدا جدا. صح. في بطوله كاس الامم الافريقيه بتاعت المنتخب الاولمبي كان احد اسباب تالق احمد ابو الفتوح رمضان صبحي في الجبهه الشمال. فرمضان بيعرف يسند كويس جدا، بيعمل جبهه كويسه جدا مع باك شمال مميز، ليه انطلاقات ليه عرضيات. فغيابه هيكون بشكل كبير مؤثر، هو هيعطلك جبهه مهمه جدا اللي هي الجبهه الشمال، وفي نفس الوقت يعني هيحرم الاهلي من سلاح مهم ادواره متنوعه. احنا بنشوف رمضان زي ما بقول بيسند مع الجبهه اليمين اوقات مع احمد فتحي او محمد هاني. بيكون صانع العاب، بيكون راس حربه متاخر، وفي نفس الوقت بيبقى بيضم راس حربه تاني، هو الجوكر بتاع خطه فايلر. اعتقد ان هو رمضان صبحي من اقوى اللعيبه واكثر لعيبه مساهمه في الاهداف للنادي الاهلي الموسم ده، اعتقد اربع او خمس اهداف مسجلهم وصنع اكثر من هدف في مشوار الاهلي الموسم ده سواء على المستوى المحلي او الافريقي. توقع مين يكون مكان رمضان في حاله غيابه؟ رمضان في حاله غيابه اعتقد بنسبه كبيره الانسب في رايي هو اجاي. الانسب هو اجاي، ان وليد سليمان حجز مركزه في راس يعني اللي هو خلف راس الحرب. تمام، مع تاخر قفشه اللي هو بيلعب وسط ملعب جنب السوليه. فوليد سليمان هو رقم 10، اعتقد اجاي بيبقى ايقاعه افضل برضو، وسبق اللي هو الاهلي استفاد بيه في المركز ده بشكل كبير. انا بشوف ان اجاي بيعطل رتم الاهلي لما بيلعب في العمق. في العمق في مكان وليد يعني قصدك ولا كمهاجم؟ لا كمهاجم. كمهاجم. هو مركزه اجاي من نوع اللعيبه اللي هي بتحب تيجي من تحت شويه، هو اي نعم رتمه مش سريع لكن برضو من اللعيبه اللي تقدر تعمل محطه هايله جدا. بس هو في ماتش السوبر مع الزمالك كان عامل مباراه كبيره جدا في المركز ده. هو مشكله اجاي يا امير ان هو يعني ملوش منحنى، يعني اجاي ساعات تبقى هو النجم رقم واحد في الاهلي، وساعات ثانيه تحس ان هو بعيد خالص، يعني تحس ان هو اول مره يلعب في الفرقه. دي مشكلته، يعني هو ما عندوش وسط، ما عندوش مثلا 8 من 10 و9 من 10، لا هو عنده يا 9 من 10 يا 6 من 10. دي مشكله كبيره جدا فيه. في بعض الاوقات كان معدل التدريب بتاعه عالي جدا، لكن الفتره الاخيره شايف ان اجاي يعني لا لسه في احسن من كده، يعني عنده احسن من كده بكتير، لكن هو برده من المحطات القويه جدا في النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحديث الهام مع الاستاذ محمود باهي. استنونا.
طيب توضيح بس مهم بخصوص رمضان صبحي، الناس بتتكلم على ان خلاص رمضان هيغيب، الاقرب فعلا ان هو هيغيب خلال الفتره اللي جايه، لكن رسمي لسه لما يتعمل فحوصات طبيه للاعب في مران الغد يوم الاربعاء ان شاء الله هيبان اكتر مده غياب رمضان هتبقى قد ايه. يعني الاولويه دايما في كل الاحوال لسلامه اللاعب، لكن المده وكلام من ده هيبان بشكل رسمي واوضح بكره باذن الله تعالى عقب المران والفحص الطبي اللي هيتعمل لرمضان صبحي، وان شاء الله يعود سريعا. طيب عايز اتكلم معاك في بعض الملفات المحليه. النهارده مثلا معايا من سوبر كوره حسام البدري بيطلب اقامه مباريات المنتخب باستاد القاهره، مدى اهميه تنفيذ هذا الطلب بالنسبه للمنتخب من وجهه نظرك؟ هو دلوقتي يا امير يعني قصه برضو ملعب برج العرب، وكان ملعب المنتخب في الفتره اللي فاتت يعني اكتر من حوالي 3 4 سنين. يمكن الدنيا دلوقتي ملعب برج العرب الملعب اتقفل دلوقتي الاصلاحات والكلام ده كله. استاد القاهره اعتقد دلوقتي متاح، ارضيته كويسه. كابتن حسام بدري يمكن عايز يخلي اللعيبه تتعود اكتر على الملعب. قصه برضو كنت غير اكتر ملعب دي برضو بتعمل يعني انت عايز تدرس ابعاد الملعب بشكل كويس، انا اتعود ان انا ده هيبقى ملعبي. زي مع كوبر كده كان ملعب برج العرب كان هو الملعب الاساسي لمنتخب مصر، فدي اعتقد هتبقى خطوه مقبوله. يعني خطوه هتبقى مقبوله، هتبقى مهمه مقبوله ومهمه. هو دلوقتي الخيار الوحيد اللي موجود خصوصا بعد قفل ملعب برج العرب مؤقتا. لا 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 انت برضو تخف برضو درجة يعني قصه السفريات. انت دلوقتي هتستدعي لعيبه وفي جدول دوري ضيق، فالسفريات الكتيره خصوصا ان معظم القوام الرئيسي من اهلي وزمالك، فاصلا اوريدي لعيبه الاهلي والزمالك شبعت سفر من افريقيا اليمين شمال، فاعتقد لا في القاهره هتبقى افضل حال. يعني خطوه مطلوبه ومهمه يعني، وخصوصا ان الملعب ارضيته كويسه والدنيا فيه تمام وبيضمن حضور اكبر عدد ممكن من جماهير، وانت داخل على تصفيات كاس عالم محتاجه جمهور طبعا كله يبقى موجود. تمام. فلازم يتنفذ اعتقد ده. لا ان شاء الله يعني. والاهم من كده ان يعني تعود اللعيبه ان ده ملعب منتخب. بالظبط صح صح، ده اهم حاجه. وكل المنتخبات الافريقيه بتهاب هذا الملعب يعني. احنا شفنا يا امير المنتخب الاولمبي في بدايه مشواره مع مالي كان الاداء شيء، ومع الحضور الجماهيري والاهتمام والجمهور برضه حس صح صح ان المنتخب بيلعب بحماس بعزيمه عايز يحقق هدف، فزاد الالتفاف حواليه. فخلي بالك برضو انت ما كنتش ممكن نقول قبل البطوله انت ما كنتش افضل المنتخبات المرشحه، لكن مع الالتفاف الجماهير حواليك وان اللعيبه برضو بدات تحس الملعب بشكل كبير، لا شفنا عروض افضل تحسنت مع مرور الوقت. طيب برضو من ضمن طلبات كابتن حسام بدري ان يبقى في معسكرين قبل تحدي مارس واولى المباريات في تصفيات كاس العالم، شايف ان هنلاقي وقت الاتحاد هيلاقي وقت يوفر ليه الكابتن حسام بدري المعسكرين دول؟ اعتقد بشكل كبير هيبقى صعب جدا يعني. صعب قوي، جدول الدوري مضغوط، الاتحاد الافريقي غير الرزنامه بتاعته او غير جدول المباريات بتاعه في شهر يناير، اعتقد هيبقى فيه 3 جولات في دوري ابطال افريقيا مع برضه ضغط جدول مباريات الدوري عشان تنهي الموسم بشكل كبير، فاعتقد ان هو مطلب صعب. في نفس الوقت برضه انت كان عندك فتره توقف حوالي 50 يوم يا امير. فعلا. مع تولي كابتن حسام بدري المسؤوليه، في ال 50 يوم ده كان في مشاكل اصلا انضمام لعيبه من بيراميدز ومعسكرات للاهلي والزمالك بره مصر، فما عرفش كابتن حسام البدري يعمل التجمع ده. هيقدر يعمله والدوري اوريدي شغال، فاعتقد هيبقى مطلب صعب جدا تحقيقه. صعب جدا صعب جدا، زي ما بقول لك معظم القوام اصلا اهلي وزمالك. بس الكابتن حسام بدري معذور، الراجل عايز يستعد بشكل كويس للتصفيات. ما هو بص يا امير، تدريب المنتخبات مختلف عن تدريب الانديه. تدريب المنتخبات انت بيجي لك لعيب المفروض في خلال 10 ايام او اسبوع بتجهزه بشكل كبير. انت جاي لك عناصر جاهزه، انت بتشتغل معاهم على بشكل فني اكتر من شكل بدني. اكيد على مباريات وديه مثلا. هو الطلب على مباريات وديه او ولا معسكرات تجمع، ما ده برضه هتفرق. وسواء تجمع انت هتوقف الدوري لمده اسبوع عشان المنتخب يلعب ماتش ودي، اعتقد صعب جدا صعب جدا. ما فيش اجنده دوليه، هبرضه هتلاقي برضه بتلف دايره الخيارات في الدول اللي هي بتاعت سكافه وكثافه اللي هي مثلا اريتريا اثيوبيا الكلام ده، هي اللي تقدر تلعبها في الفتره دي، لكن غير كده مش هتلاقي منتخبات تلعبها. فهو مطلب صعب يعني، مش ممكن تكون منطقي في ظروف ثانيه. لو الدوري كان ماشي بشكل منتظم زي معظم الدول الاوروبيه، انك بتيجي بس في شهر يناير بيبقى في فتره توقف او راحه بين الدورين، فدلوقتي لا، الاتحاد الافريقي دمر لك فكره يناير وحط لك 3 جولات في دوري الابطال، وفي قرعه تصفيات كاس عالم بتتعمل في يناير، فاعتقد هتبقى صعبه جدا يعني صعبه جدا. جديد الفار ايه؟ هيطبق ولا لا؟ كلام كتير ما تعرفش يعني، مثلا وعود في بوابه الشروق بتقول لك اتحاد الكره لاجل تطبيق تقنيه الفار في الدوري، وبعدين في الجول تصريح الكابتن محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه بيقول لك ان الفار جاهز للتطبيق وقدامنا خطوه واحده بس للتطبيق. ايه الصح؟ ايه اللي هيحصل؟ كلام بنسمعه بقالنا سنتين، كلام شركه اسبانيه، بنتفاوض مع شركه اسبانيه وفي وفد من ايفاب، والبروتوكول بتاع تطبيق الفار معروف. لكن برضه في نفس الوقت انت حتى لو هتطبقه المفروض هيطبق الموسم القادم، مش من الدور الثاني؟ لا لا لا،
ما كان في وعود ان يتطبق وعود هي مجرد ما هي الوعود دي يا امير بنسمعها بقى لنا سنتين بنسمعها بقى لنا ايه الجديد ما فيش كان في فار الجديد ان في لجنه خماسيه جديده المفروض يعني الناس تنفذ وعود الفار كان موجود في مصر في كاس الامم بالظبط طيب ايه الجديد الجديد بقى ان واضع بقى الخطوات ماليه تعاقديه هل في خلاف او في التكلفه الماديه بتاعه الفار اتحاد الكره مش مستعد ليها بشكل كبير لا في يعني برضو في ضبابيه في الكلام انت بتسمع كلامه عكسه بشكل كبير لكن هو اعتقد ان هو مش هيطبق الموسم ده باي حال من الاحوال يعني مش هيطبق يعني طيب يعني متوقع انه مش هيطبق لا 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 مش هيطبق ومش منطقي ان هو يطبق يا امير انت بدات الموسم بدون فار كمله بدون فار لكن ما ينفعش انك تعدل في بنود بس الانديه عارفه ان لو يعني في احتماليه ان الفار يطبق على مدار الموسم يعني ما كان في ما بص يا امير احنا مع اتحاد الكوره يعني موسم بحكم خامس وموسم بدون حكم خامس وموسم بفار وموسم من غير فار فار فالدنيا مش واضحه بقول لك في ضبابيه وفي تضارب في التصريحات نتمنى تطبيق تقنيه الفار ونتمنى كل شيء ايجابي يكون موجود ان شاء الله في الدوري المصري من خلال اللجنه الخماسيه الحاليه او اللي هينتخبوا بعد كده يعني والدنيا تمشي بشكل جيد يا محمود انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا يا امير شكرا الله يخليك شكرا كان ضيفنا العزيز الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي الكبير واتكلمنا في بعض الملفات الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه وبتحديد كمان تحديات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت والفتره القادمه واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي في كل مبارياته ان شاء الله تعالى دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده بكره وحلقه جديده ان شاء الله هنكون معاكم فيها في هذا البرنامج استنونا الى اللقاء